أعزائي الأصدقاء، تحياتي وتقديري. المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح نحييكم في هذه الليلة، ليلة من ليالينا الأدبية. طبعا دائما نحن في هذا الوقت العصيب نترحم دائما على الأصدقاء الذين ذهبوا، على الموتى الذين يذهبون في كل يوم وفي كل لحظة. سنكون في هذه الليلة مع الأستاذ الأديب صديق الشاعر والقاص صبري يوسف. ليست هي طبعا الليلة الأولى، كان هناك كثير من الحلقات في الأمسيات السابقة، وسبق بما يخص القصة القصيرة سبق أن نظمنا نحن ما يسمى ملتقى القصة القصيرة، واستمر لعدة أيام. يعني شارك فيه تقريبا كان في أكثر من 50 ورقة نقدية وقراءات، و يعني لمدة تقريبا استمر 14 يوم كان. وأيضا الملتقى الإبداعات السردية، طبعا هذه الحلقة إن شاء الله بعد ذلك نعطيها شوية مونتاج ونبثها. كما أود أن ألفت انتباهكم الأسبوع القادم وفي مثل هذا التوقيت أيضا سيكون لدينا حميد عقبي مجموعة ثقوب والتي صدرت العام الماضي عن دار التراويش. إذا أبدأ مع الأستاذ صبري. أستاذ صبري، بدي في البداية أعطيك كلمة مختصرة. يعني طبعا أرحب بالأستاذ محمد ياسين، الدكتور حاتم الشماع، الأستاذ سمير بيه، الأستاذة هدى عز الدين. أستاذ صبري، يعني افتتاح هي هيك، وبعد ذلك سأذهب إلى الدكتور حاتم لأنه مرتبط أيضا باجتماع وبمؤتمر، ولكن أحب أن يحضر معنا. إذا أستاذ صبري، في حدود دقيقتين هيك استهلال ترحيب بالضيوف، إذا أردت أن تقول على نفسك شيء كقاص تفضل. شكرا. بداية مساء الخير، كل الخير لكل الأحبة الموجودين، الأستاذ محمد ياسين، الناقد الدكتور حاتم الشماع، الأستاذ القاص والروائي سمير بيه، والأستاذة الشاعرة هدى عز الدين. تحياتي لكم جميعا، وأنا سعيد جدا أنكم ستناقشون في هذه الحلقة مختارات من قصصي، والتي اخترتها من 5 مجاميع قصصية. المجاميع القصصية كل مجموعة تتضمن 10 قصص، وأنا اخترت 10 قصص من القصص الـ50. فلا يوجد عندي سوى كلمة محبة وفرح واحترام لشخصكم الكريم، واحدا واحدا وواحدة واحدة، وهي واحدة فقط تعادل 40 واحدات. شكرا لكم جميعا. شكرا لك صديقنا الأستاذ صبري. طبعا هذه المجموعة وهي بين أيديكم، وإن شاء الله يكون لكل شخص يعني أو لكل ناقد ما يحب أن يطرحه. أبدأ بك دكتور حاتم. إذا ما هي الأشياء التي أنت تود أن تتحدث عنها؟ هل هناك قصة معينة؟ يعني يحق للكاتب مثلا أو للناقد عفوا أن يتحدث عن قصة واحدة حتى، يعني ليس شرط أنك تتحدث عن الجميع، طبعا أو يمكن أيضا أن تكون هناك بعض الأسئلة إلى الأستاذ صبري إذا كانت هناك أسئلة. تفضل أستاذ دكتور حاتم. شكرا جزيلا أخي وأستاذي حميد العقبي، وشكرا لكم جميعا للحاضرين، ونشكر الأستاذ صبري يوسف على مشاركته لمجموعته القصصية معنا، و نشكر الحاضرين جميعا. ولأنه ضيق الوقت لا يمكن أن نظلم المجموعة كامل وأن نعمل عليها دراسة واحدة، فكل قصة تحتاج لها دراسة منفردة لذلك، والعديد من الدراسات يعني قد تخضع للثيمات التي فيها. طبعا عنوان القصة التي اخترتها هي اللص والقطة، لما فيها من السخرية والفكاهة وتزييف الحقائق، و يعني الفساد الآخر للسلطة السياسية. أيضا على الرغم أنه بدأها بمثلا احتراق حافات الروح وترتيلة الرحيل، وهي هذه أو هذين القصتين مليئة بالعواطف كثيرا، إلا أنني حب يعني لضيق الوقت حاولت أن ألتقط فقط القصة القصيرة اللص والقطة، وهي قصة مقنعة.
تتشابك فيها عناصر الفكاهة والنقد الاجتماعي والتأمل الوجودي، حيث تتناول القصة التي تدور أحداثها على خلفية الأزقة الخافتة الإضاءة والقطط الضالة والمغامرات الليلية، موضوعات الشك وسوء التفسير والحدود الهشة بين الحقيقة والزيف. فهنا استطاع الأستاذ صبري يوسف استخدام الفكاهة والعبث لينتقد النزاعات المجتمعية التي تؤدي إلى التسرع في الحكم وانهيار التواصل بين الأفراد والمؤسسات. في هذا التحليل سأستخدم عناصر من النقد اللي هو absurdity اللي هو العبثي، والاجتماعي للتعمق في بنية السرد وديناميكيات الشخصيات والصدى الموضوعي الأوسع، ووضع القصة في سياق أدبي عربي ما بعد الحداثة. نبدأ أولا بنظرة عامة على السردية وموضوعها. تبدأ القصة بعمل عادي يقوم به بطل الرواية، وهو يستعد لمهمة في الصباح الباكر أو في آخر الليل قد يكون. ومع ذلك يتحول هذا النشاط الروتيني على ما يبدو إلى مواجهة كوميدية وفوضوية مع كلب وحارس ليلي ونظام قضائي مفرط الحماس. تتصاعد سخافة الموقف عندما يساء فهم لقاء اللي هو سارد القصة، أو نسميه بطل القصة البريء، مع قطة ضالة على أنه محاولة لسرقة متجر، وتخفي النغمة الكوميدية تعليقا أعمق حول هشاشة الثقة ومخاطر الاستنتاجات المتسرعة. يوسف مثلا كتب في صفحة 21: استيقظت من نومي على صوت المنبه، القط كانت تموء بصوت عال، شعرت أن مآوئ إحدى القطط مثل بكاء الإنسان. هنا يقدم تأمل بطل الرواية في صرخة القطة لحظة من التساؤل الوجودي، مما يطمس الخط الفاصل بين المشاعر البشرية والحيوانية، يعني يعمل لها بليرنج. يعني هذه الثنائية تدعم القصة، حيث تصبح القطة رمزا للبراءة ونذيرا للفوضى. حتى في نهاية القصة عندما يشرح للمأمور في المخفر أنه يتلاقى الإنسان مع القطة في الهدف، وكان هنا فيه سخرية مبطنة، لكنه لم يفهمها ذلك الضابط. العبث والفكاهة، النقطة الأخرى، العبث والفكاهة في جوهرها تعمل القصة اللص والقطة في إطار الأدب العبثي absurdity الذي يذكرنا بألبرت كامو وفرانس كافكا. تعكس هنا محنة البطل موضوعات كافكا حول التشابك البيروقراطي والعبث الوجودي. على سبيل المثال، عندما قال في صفحة 22: كنت أتمشى أقود دراجتي، فجأة خرجت قطة من البرميل وانقضت على وجهي. هذا اللقاء السخيف مع القطة تبدأ سلسلة من الأحداث التي تخرج عن نطاق السيطرة، ويؤدي إلى سوء تفسير تصرفات بطل القصة من قبل الكلب والحارس. وهنا في تصوير أيضا تشابه ما بين الكلب والحارس، فكلهم أساءوا فهم بطل القصة، وهو محاولة هروبه وفزعه من القطة. والنظام القضائي كذلك، إلى تحويل مهمته إلى تهمة هو في الأصل بريء منها، نفس ما هي محنة وكأنها محنة كافكاوية. إن تأكيد ألبرت كامو في رواية أسطورة سيزيف على أن العبث ينشأ من المواجهة بين الرغبة البشرية في الوضوح والعالم الصامت غير العقلاني له أهمية خاصة، وتجسد قصة يوسف أو صبر يوسف هذا التوتر، حيث يتصارع البطل مع عدم عقلانية مأزقه.
يعني أصبح في مأزق من عدم، لا يوجد أصلا مأزق، ولكن صنعوا ذلك المأزق. النقد المجتمعي والتفسير الخاطئ. تنتقد القصة الميول المجتمعية إلى القفز إلى الاستنتاجات ودور ديناميكيات القوة في تشكيل السرديات، حيث يسلط رد فعل الحارس الليلي الضوء على كيفية إساءة السلطة، استخدام سلطتها في كثير من الأحيان، واستخلاص أحكام متسرعة دون دليل. مثلا عندما قال في صفحة 23: أعطني هويتك امسكوه إنه لص. تلخص هذه اللحظة مخاطر التصنيف والنمطية، حيث يحل مجرد ظهور الخطأ محل الحقيقة. ينطبق مفهوم العنف الرمزي لعالم الاجتماع بيير بورديو هنا، حيث يتعرض البطل لظلم منهجي قائم على افتراضات وليس على حقائق. إن إدراك المارة الآخرين وانخراطهم في الحدث، الذين يرون السرقات غير ذات صلة. منذ شهور اقتحم اللصوص في صفحة 23، منذ شهور اقتحم اللصوص دكاني. يعني بدأوا يفسروا ويخترعوا يعني قصص أخرى ليس لها علاقة بالحادثة. وبعضهم قال كان نيته أن يسرق. يعني كيف عرفت أن نيته؟ هل دخلت إلى قلبه؟ لم تتطرق السلطة أو المحكمة إلى هذا الشيء أيضا. يؤكد بشكل أكبر هذا على الخلل المجتمعي. إن مساهماتهم على الرغم من عدم أهميتها تضيف وزنا إلى الشعور المفترض بالذنب لدى البطل، مما يوضح الطبيعة الجماعية للشك وقوة سوء الفهم المجتمعي أو الجماعي. القطة كرمز. تلعب القطة التي تحمل عنوان القصة أو هي جزء من عنوان القصة دورا محوريا في السرد، حيث تعمل كشخصية حقيقية واستعارة. إن ظهورها المفاجئ وأفعالها المحمومة تحفز أحداث القصة وتجسد الفوضى وعدم القدرة على التنبؤ. في صفحة 22: فجأة خرجت قطة من البرميل وانقضت على وجهي وكادت أن تلتهم وجهي. هذه هي لحظة تحول في وضعه في حياته. في هذه اللحظة تتحول القطة من كونها مخلوقا بريئا إلى شريك متصور في محنة البطل. تعكس هذه الثنائية غموض الرموز في الأدب ما بعد الحداثي، اللي هو بوست كولونياليزم، حيث يكون المعنى سائلا ومفتوحا للتفسير. فإن صراخ القطة الذي يشبه عويل الإنسان يزيد من طمس الحدود بين البراءة والذنب. من منظور التحليل النفسي، قد تمثل القطة مخاوف البطل اللاواعية وقوى الحياة الفوضوية التي تعطل محاولته للحفاظ على النظام. أخذت يعني جزئية مثلا صفحة 21: شعرت أن مو إحدى القطط تشبه بكاء الإنسان. هذه هنا محاولة التقاء. ما سبب مواء تلك القطط؟ هل هي جائعة وتبحث عن طعام؟ هو نفسه كان ينظر إلى ذلك البرميل، كان له هدف وهو البحث عن قد ربما بقايا طعام، لأن أولاده ليس لديهم ما يأكلون أو يشربون. يقدم هذا المقطع الغموض الموضوعي للقصة من خلال مقارنة صراخ القطة بالحزن البشري. يجسد يوسف هنا الحيوان، يجسد الحيوان وكأنه إيه؟ ويضفي عليه ثقلا رمزيا. يعني استطاع صبر يوسف هنا أن يضيف ثقلا رمزيا للحيوان اللي هو القطة، ويسلط تأمل البطل في هذه اللحظة الضوء على طبيعته المتعاطفة، والتي تتناقض بشكل صارخ مع المواقف الباردة والحكمية للشخصيات الأخرى. أعطني هويتك لنرى إلى ماذا ترمز، حيث يلخص هذا الخط
أو النص أو العبارة نقد القصة للسلطة وميلها إلى التجاوز. دائما تحب أن تتجاوز السلطة عندما تفشل عن تفسير الحدث. إن افتراض الذنب لدى الحارس الليلي بناء على أدلة ظرفية بسبب الزمن والمكان يعكس توجهات مجتمعية نحو تجريم المهمشين أو الذين يساء فهمهم. يعني لماذا قدم التهمة مباشرة عندما رأوه في ذلك الظرف في ذلك الزمن؟ لماذا لا ننظر أن هناك ناس مهمشين لا يبحثون قد ربما عن طعام، أو قد ربما يمارسون رياضة، أو ما دام لم يؤثروا أو يسببوا أي ضرر على المجتمع فلماذا نتهمهم بذلك؟ وتؤكد النبرة العدوانية للحارس على التجريد من الإنسانية المتأصل في مثل هذه المواجهات. كما أن خروج القطة من البرميل في تلك اللحظة بمثابة حادثة مثيرة في القصة، حيث تحول صباحا عاديا أو نهاية المساء ذلك المساء العاديا إلى كابوس سريالي يرمز ظهور القطة المفاجئ والعنيف إلى القوة غير المتوقعة، مثلما حدث له أنهم اتهموه بشيء غير متوقع ولم يكن في بال البطل، التي تعطل حياة بطل الرواية مما يعزز النبرة العبثية للسرد. أما قوله ما هذا البلاء الذي وقعت فيه في صفحة 23، رثاء بطل الرواية يسلط الضوء على يأسه الوجودي عندما يصبح متورطا في نظام يتجاهل الحقيقة، ويؤكد سؤاله البلاغي عدم جدوى محاولاته إثبات براءته في عالم يحكمه سوء الفهم والتحذير والتحيز. لذا عندما قال عندما ينافس الإنسان القطط تحت أجنحة الليل على النظارات النيات عندئذ تلتقي النيات ويستهدفهما سيان، يعني القط وبطل الرواية حين التقوا كلهم له هدف معين في ذلك البرميل. في هذه الملاحظة الختامية يؤكد التأمل الساخر لبطل القصة على سخافة القصة التي صنعوها من خلال مساواة النوايا البشرية والقططية التي قدمها في قالب ساخر لهم، لكنهم لم يستطيعوا فك شفرة تلك السخرية. ينتقد هنا يوسف عقلانية الأحكام المجتمعية والفشل في التمييز بين هيئة الشخص والبرميل والقطة. إذا تتوافق قصة صبر يوسف مع أعمال أيضا يوسف إدريس وزكريا تامر، وكلاهما يستهدف الفكاهة والواقعية، عبثية نقد الهياكل المجتمعية، يذهب إلى عمق المجتمع ليلتقط تلك الجزئية ليسلط الضوء عليها وينتقدها بشكل ساخر. بالإضافة إلى ذلك فإن التشابكات البيروقراطية والموضوعات الوجودية في القصة تتردد صداها دائما مع، لو رجعنا إلى رواية أو قصة كافكا المحاكمة سنجد فيها الكثير من العبثية التي يقدمها، التي يريد أن يوصلنا أن المجتمع يمارسها دون أن يعرف. هذه كانت تحليلي للقصة، وشكرا لكم و شكرا لمن دعانا لهذه القصة، وشكرا للمنسقين. شكرا شكرا جزيلا، ونرحب بأستاذنا العزيز الأستاذ الدكتور سعد التميمي. مرحبا أستاذنا، شلونك، أخبارك، إن شاء الله بخير. إذا مساء الورد دكتور شكرا سعد، جزيلا مساء الورد. دكتور مساء حاتم. الخير عليكم جميعا، مساء الخير أستاذ صبري، أستاذ مساء الورد، محمد، دكتور حاتم، أستاذ مرحبا. هدى، أستاذ حميد. الاشتغال النقدي طبعا بالنسبة للدكتور حاتم يحتاج إلى استماع لأكثر من مرة حقيقة، ويدهشنا دائما ما شاء الله عليه الدكتور حاتم أيضا بهذه المسائل أو بهذه أيضا الاقتباسات وبهذه أيضا الشذرات.
إن شاء الله دكتور سعد أنت معانا، ما عندك ارتباط آخر؟ لا لا، معاكم معاكم إن شاء الله. إذا أهلا حين وسهلا. سنسمع نذهب إلى الأستاذ محمد ياسين، وبعد ذلك إن شاء الله تمام. سنذهب للأستاذة هدى، إن شاء الله يكون النت عندها حلو، وبعدها تكون أنت. أستاذ محمد، أنت إن شاء الله لديك أيضا أعددت ورقة، فإحنا كلنا بكل محبة وتقدير نستمع إلى ورقتك، تفضل. تفضل. أسعد الله مساءكم، تحياتي لأستاذنا حميد عقبي وأديبنا الفنان التشكيلي والشاعر الأستاذ صبري يوسف، والتحية والتقدير لأستاذنا الدكتور العزيز الغالي الدكتور سعد التميمي، وللدكتور حاتم، وكذلك للأستاذة هدى والأستاذ سمير بيا، ولكل من يستمع بعد ذلك إلى هذا الشريط الطيب. الأستاذ صبري أرسل لي المجموعة للأسف الساعة 5 اليوم، من الساعة 5 للساعة 8 كان أمامي فقط 3 ساعات، وهذا عتاب، ويعني وأنا مسامح في حقي. ولكني كنت اخترت إحدى القصص بعنوان فراخ العصافير في المجموعة في صفحة 45. الأستاذ صبري كتب تحت العنوان، تحت عنوان فراخ العصافير، كتب: إهداء إلى طفولتي وأسرتي التي كانت تعانقها سهول القمح أيام الحصاد. العنوان فراخ جمع والمفرد فرخ، وهو ولد الطائر. العصافير أيضا جمع والمفرد عصفور أو عصفور، وهو جنس من الطيور. الأستاذ صبري من خلال العنوان ومن خلال الإهداء أجبرني على أن أذهب إلى المنهج النفسي والأسلوبي في التحليل. يعني مقدمة سريعة كل الحضور يعلمها، ولكن هي فقط لأنني سوف أستعمل هذه المصطلحات أو هذه الأمور فيما كتبتهم الرؤية النقدية سريعا. طبعا المنهج النفسي كما يعلم الحضور الكريم يعني مقسم إلى فرويد قسمه إلى الأنا والهو والأنا العليا. الأنا ويقصد بها العقل، واللي هو الإدراك والفهم والوعي. الهو يقصد بها الأهواء والشهوات والرغبات والأمنيات المكبوتة داخل النفس. والأنا العليا يقصد بها كما يعلم الحضور الكريم الضمير، وهو الحكم بين كل هذه الأمور. الصراع يكون دائما داخل الإنسان ما بين الأنا اللي هي العقل وما بين اللي هو الشهوات. إذا تغلب العقل على الشهوات حسم الأمر لصالح الضمير. إذا تغلبت أو إذا تغلب الهوى على العقل أصبح الإنسان غير سوي. إذا الأنا عندما تغلب هي التي تحسم الصراع، الإنسان سوي، الهوى فازت أو انتصرت. إذن الشهوات هي الغالب، وليست هنا الشهوات بمعنى سيء، لا، كل الشهوات والرغبات الحسنة وغير الحسنة تخزن. طيب هل الأهواء داخل الإنسان تنتهي؟ لا، تختفي لفترة ولكنها تخزن في العقل الباطن، والعقل الباطن فيه كل ذكريات الطفولة التي مررنا بها، فيها الحسن وفيها الغير الحسن، فيها الصالح وفيها الطالح، فيها الرغبات المكبوتة وفيها غير ذلك من الأمور. من هذه المقدمة الصغيرة ننطلق إلى قصة الأستاذ صبري. بدأ القصة أو مضمون القصة باختصار هو يحكي عن طفولته، هو يحكي عن طفولته في الريف في القرية، وعلاقته بالأم والأخت والأب. والقصة باختصار أنه كان في الحقل، وعندما في الحصاد وقت الحصاد القمح، وهو يتجول في الحقل شاهد مجموعة من الفراخ الصغيرة، فأخذه الخوف عليها وشعر أنها في حاجة إلى ماء، فذهب ليحضر إليها الماء، وعندما عاد ضيع الطريق إلى الطيور، فأخذه البكاء وظل يبحث
والأم ساعدته والأب ساعده والأخت ساعدته إلى أن وجدهم وجد هذه الفراخ وسقاها من الماء. من خلال هذه القصة باختصار تبدأ القصة بجمل فعلية. يبدأ القصة بالآتي: أحن إلى أيام الحصاد. بدأ القصة بجملة فعلية، فعلها مضارع وللحاضر، وأردفها بعد ذلك بجملة فعلية فعلها ماض: كنت أتوه بكل شغف بين متاهات الحقول. يعني بدأ بجملة فعلية فعلها مضارع، بعدها مباشرة عاد إلى الماضي كنت، ثم أعقبها بجملة فعلية أخرى فعلها مضارع للحاضر كذلك: ألملم النباتات. ثم بعدها جملة فعلية كذلك للفعل للمضارع: تتراخص أمامي صور ومشاهد. ثم جملة فعلية فعلها ماض هذه المرة كنت، ويعود للمضارع والحاضر مرة أخرى: أركض أهرب. الكاتب في هذه القصة يتوزعه شعوران طاغيان عليه، هنا الناحية النفسية في القراءة لهذه القصة. فهو بقلمه وعقله يعيش في الزمن الحاضر، يعيش في ستوكهولم عندما كتب هذه القصة، لحظة كتابة القصة، وفجأة تنفلت منه مشاعره وتعود به إلى الزمن الماضي عندما استخدم الفعل الماضي. فهي لحظات حنين إلى الماضي، وخاصة عندما يتذكر الأم والأخت والأب. ثم يبدأ في سرد القصة فيقول: أتذكر جيدا، هنا يتحدث، كيف قادتني إحدى الفراشات إلى أعشى عصفور. هنا بدأت أحداث القصة. ولأن الكاتب يخضع لمشاعره الجياشة والحنين إلى الماضي غالب، حيث إنه كتب القصة في الغربة في ستوكهولم، كتبها في سنة 2003، فإن ذلك انعكس على لغته وتراكيبه وأسلوبه، فالكلمات الدالة على الحنين تتناثر في أرجاء القصة، مع أن القصة من حوالي 3 صفحات فقط، بشكل واضح. فنقرأ هذه الكلمات: أحن، شغف، يفرح، قالت أمي، ضحكت أمي، ونلاحظ تكرار كلمة أمي، وحيدا عن نفسه، لتحضن من الحضن، يبحثون عني، أختي زغرتت، بكيت، وهكذا. ولا أريد حصر جميع الكلمات الدالة على الحنين والشوق والعودة أو تذكر القرية في أيام الطفولة أو حتى في أيام الصبا. هذه من ناحية المفردات. أما من ناحية الأساليب، فأيضا الأساليب يغلب عليها الطابع النفسي الاجتماعي، أيضا فيها الكثير من الحنين والشوق والشغف للحياة في القرية أو مع الأهل. من ناحية الأساليب توزعت ما بين الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية، والأساليب الخبرية كثيرة تدور كذلك حول الحنين. فمن الأساليب الخبرية: ضحكت أمي، وهنا أيضا نلاحظ كلمة الأم، ضحكت أمي، قلق الأهل علي، خافوا أن تكون قد لسعتني أفعى، استنفروا يبحثون عني عندما ضاع منهم في الحقل، فوجدتني أختي، هنا أيضا الأخت، وهكذا. ولأن الكاتب في غربة، فإنه بوعي أو بدون وعي في التحليل النفسي يسطر الكلمات التي يحن إلى مضمونها، الكلمات تخرج منه، هذه الكلمات: الأم، الأب، القرية، الحنين، الأخت. فليس في الغربة من يقلق عليه قلق الأهل كما ذكر ذلك في القصة، وليس في الغربة من يخاف عليه كخوف الأهل وذكر ذلك في القصة، وليس في الغربة من يبحث عنه إذا غاب، وفي لحظة الاطمئنان يقول: وجدتني أختي. هنا الأم والأخت تتكرر. هذا في مجال الأساليب الخبرية، ولا أريد أن أطيل، وإنما هي نماذج وأمثلة
لانعكاس الحاله النفسيه على الحاله الكتابيه. اما عن استخدام الاساليب الانشائيه فنجده ايضا يسطر مثل ذلك. هل هذه الفراخ عطشه مثلي ام انها تطوق الى احضان الام حتى ايضا يذكر الام والعصافير؟ وهنا استفهام تعجبي. فالكاتب في هذه السن الصغيره لم يكن ليستطيع تفسير شعوره على هذا النحو، انما هو الان في لحظه الكتابه، هذا صبر يوسف الان عندما كتب القصه، هو من يحن في الحقيقه ويشتاق الى احضان الام وليس في العصافير. ايضا يذكر: سالتني امي ماذا تريد يا ابني؟ وهنا يا ابني، وانا اركز على كلمه يا ابني وليس يا بني، لو يا أديان النداء وبني، ولكنه كتب ابني ورسم الالف، هي الف موصوله صحيحه كتابيا ولكنه ايضا ذكرها اكثر من مره، يا ابني الف باء نون ياء. اسلوب استفهام ينبض بمشاعر الرأفه والحب والخوف من الام على الابن. وهنا الكاتب ذكر النداء بيا ابني كما قلت، وكان من الممكن أن يكتب: قالت الأم ماذا تريد، ولا يذكر يا ابني، وهي بذلك تؤدي المعنى، ولكن كلمة يا ابني تكشف لحظات الحنين والحنين إلى صوت الأم واشتياق الكاتب إلى صوتها، وكأنه يريد أن يسمعها تنادي عليه، وهو أيضا كأنه يتمنى أن يقول نعم يا أم. لو تتبعنا الحنين الجارف لزمن الطفولة في القصة عند الكاتب وأحصينا بعض الكلمات التي تدل على حنينه للأم ثم للأخت ثم للأب، سنجد الآتي: تكررت كلمة الأم في القصة 10 مرات، وعلى فكرة القصة من حوالي 3 صفحات فقط، تكررت كلمة الأم في القصة 10 مرات، تكررت كلمة الأخت في القصة 4 مرات، تكررت كلمة الأب في القصة مرة واحدة. في التفسير النفسي، والله أعلم بعد ذلك سنسأل الأستاذ صبري في ترتيب محبته لهؤلاء الثلاثة، طبعا الأم في المرحلة الأولى ولا شك، الأخت في المرحلة الثانية، الأب في المرحلة الثالثة. طيب كذلك نرى أن الحنين والشوق يتجه أولا، يعني من ذكر في لحظة الخوف عندما ضاع في الحقل، عندنا 3 شخوص نجده ذكر في بداية القصة: الأم أيضا بالترتيب، ثم الأخت، ثم الأب، فأورد ذكرهم في القصة بهذا الترتيب. القصة بدأت بداية شعرية جميلة، لو استبدلنا بعض الكلمات وأعدنا ترتيب بعض الكلمات سنصل إلى مقاطع شعرية، لو أسعفني الحظ لكنت فعلت ذلك وقرأتها على أسماعكم، ولكن الوقت لم يساعدني في هذا المجال. في نهاية القصة يعود البوح ويتغلب العقل على العاطفة في ختام القصة، فتظهر التساؤلات بالاستفهام مرة أخرى، يسأل كأنه بيسأل نفسه: هل عرفت أنني دمعة حزينة؟ كأنه بيخاطب الطيور. والتأكيد على الوحدة مرة أخرى، أنه وحيد في الغربة، شوق جامح إلى هلالات العشق، ونداء الطفولة مرة أخرى كأنه: تعالي يا طفولتي. وأخيرا الأمنية الحلم التي يحلم بها في الغربة الذي يرجوه: لعلك تفتحي أمامي أبواب النعيم. القصة يغلب عليها الطابع النفسي، والذي يتحدث في القصة هو صبري يوسف الكاتب في هذه السن في الغربة. طبعا من الناحية الفنية القصة فيها الحديث بالمتكلم، ولو تقنيات القصة، لو حكى القصة على لسان الغائب أو بعدم الحديث عن نفسه يمكن كانت هتكون أوقع على القارئ وعلى المتلقي. القصة فيها بعض الخطابية الشديدة، الجوانب النفسية تغلب على السرد القصصي والحبكة. القصة فيها جزء لو انتهت القصة عنده لكانت أوقع في النفس وفي العقل، عندما
أتى بالطاسة التي وضع فيها الماء وأحاول أن يأخذ الطاسة ويذهب إلى العصافير، فلم يجد العصافير وعاد إلى أمه مرة أخرى. وعندما ذهب مع الأم والأخت للبحث عن الفراخ الصغيرة والعصافير نسي الطاسة، وعندما وصل إلى العصافير تذكر أنه ليس معه الطاسة. فكانت من الممكن أن تختم القصة عند هذه اللحظة، فتكون أوقع في لي عند القارئ وعند المتلقي. القصة يغلب عليها الطابع النفسي، الطابع الاجتماعي، المراتب الحب عند الأستاذ صبري. لو حكمنا عليه من خلال القصة فهو الحكم الطبيعي، ولكن هنا منزلة الأب. هنا السؤال للأستاذ صبري، هل الأب في منزلة معينة متأخرة؟ هل الأب كان قاسيا؟ هل الأب كان عنيفا؟ ها، الأب ذكر مرة واحدة، الأم 10 مرات، الأخت طبعا الأخت دائما الحنونة، والله أعلم هذه الأخت يبدو أنها كانت الأخت الكبرى، فهي له بمنزلة الأم. هذه توقعاتي، ونسمع منه الإجابات عن بعض هذه الاستفسارات. شكرا لاستماعكم، وسعيد بالحديث إليكم، ولكم تحياتي وشكري، وشكرا لكم. تفضل أستاذ محمد. شكرا شكرا جزيلا أستاذ على هذه المداخلة حقيقة، يعني ربما كنا نتمنى أن الوقت يعني يطول أكثر بحيث أنك تأتي إن شاء الله، ولكن إن شاء الله لنا لقاءات قادمة. أستاذ صبري، هل ترد على النقطة هذه أو تؤجلها إلى نهاية اللقاء؟ براحتك، والله ممكن سؤالي أنا أرد، الأخير إذا سمحت لي ممكن أرد على باختصار الأستاذ، شديد إذن. نعم، على الأستاذ الدكتور حاتم وعلى الأستاذ محمد ياسين دفعة واحدة إذا تحب، في بشكل موجز يعني، إذا يناسب. إيه ممكن حتى يعني بعد ذلك، يعني بس باختصار شديد، وبعد ذلك ممكن أن تعود وتوضح أكثر في نعم، النهاية. بداية أشكر الدكتور حاتم الشماع على تحليله ومداخلته ونقده العميق جدا جدا. بالحقيقة عندما كان يقدم اقتباسات ويقرأ الاقتباس، كان يقرأ الاقتباس بشكل غير دقيق، ولذلك ضاع بعض المعاني ضاعت من خلال اقتباساته أثناء القراءة، ولكن ربما من السرعة. تحليله من حيث العمق النفسي والسيكولوجي والسخرية وبناء الفني للقصة كان عميقا جدا، وأضاء لي بعض الأمور التي كنت أنا أجهلها أثناء الكتابة، لأن الكاتب عندما يكتب النص لا ينتبه إلى هذه التفاصيل والمتعلقة بقضايا نفسية وأسقاطات وإلى آخر ما هنالك. القصة كتبتها منذ زمن بعيد، هذه القصة الوحيدة، وقصة أخرى كتبتها في الوطن الأم، وعمر هذه القصة قرابة 40 سنة، ومن يقرأ هذه القصة يشعر وكأنها كتبت في الوقت الحاضر لما هو يعني موجود في الساحة المشرقية والعربية والسورية. إسقاطات القصة عديدة، وسوف نعود فيما بعد في المداخلة الأخرى عليها. أما بالنسبة لي، وشكرا جزيلا لتعليقه وتعقيبه ونقده العميق. أما بالنسبة لتساؤلات الأستاذ محمد ياسين وتحليله ومداخلته حول موضوع علم النفس، كانت أيضا عميقة جدا تساؤلاته. وسؤال أول فيما يتعلق بمنزلة الأب، لا نستطيع أن نقيم أي كاتب أو قاص أو روائي أو أي إنسان من خلال قصة قصيرة هي مساحتها صفحة ونصف بالحجم الكبير و3 صفحات بالحجم المتوسط. منزلة الأب موجودة بعمق، ولكن بلا شك للأم منزلة أعمق من حيث الحنان، من حيث الشوق، من حيث الأمومة، لأن الإنسان الذكر يحن إلى الأم والبنت تحن إلى الأب، وهي معادلة نفسية عميقة لا أدخل في تفاصيلها. فيما يخص سؤاله حول اختتام القصة، أراد أن أختتم القصة عندما جلبت الطاسة إلى العصافير. أنا أرى عكس هذا تماما، أنا أرى أن اختتام القصة بالصيغة التي جاءت موفقة جدا، لأن هدف الطفل بالأساس هو أن يسقي
العصافير، فكان يضع إصبعه في الطاسة، في طاسة الماء، وينقط بمنقار العصافير كي يرتووا. وعندما ارتوى العصافير تساءل: هل كانت العصافير تعتقد أنني أمها أو أبيها أو ما؟ هون في مشهد شعري، مشهد التواصل مع الطيور، مع العصافير. زائدا هذه القصة كتبت بأسلوب للأطفال، ولكنها بالحقيقة هي للكبار وللصغار بنفس الوقت، هي ليست للأطفال على الإطلاق بقدر ما هي للأطفال من حيث المضمون، وهي للكبار من حيث المحتوى والمضمون والبناء الفني بشكل عام. أشكرك على هذه التحليلات. وأما ورود الأفعال التي ذكرها واسم الأم وإلى آخر ما هنالك، جاء عفو الخاطر، أنا لم أنتبه أنني ذكرت اسم الأم 10 مرات. أنا أبدا، يعني أنت أضعت على نقاط أنا الآن أسمع أنتبه إلى أني معقول أنا ذكرت اسم الأم أكثر مرة، بس لوالد مرة واحدة. والله هو هلا توفى، لو هلا حيرزق يقول شو باك أنت ناسيني يا ابن الحلال، يعني أنا كم مرة يعني جبت لك الخبز والأكل وشرب. الأسئلة التي طرحها عميقة، وأجمل ما في تحليل الأستاذ محمد دقة الأسئلة ودقة الملاحظات التي قدمها. فشكرا جزيلا لكم جميعا ولك أستاذ محمد، شكرا شكرا تحياتي. جزيلا. ما أدري إذا كانت الأستاذة هدى لأن عندها فقط مشكلة في النت، إذا كان صوتها وتستطيع أن تشارك، إذا كان النت متوفر وتسمعنا أو لا. إذا تسمعين أنا أستاذة هدى؟ أيوة أسمعكم جيدا، مساء إذا تفضل إحنا تفضل. نرحب بمشاركتك، وبعدك إن شاء الله يكون الدكتور سعد صديقنا العزيز. دائما أخلي مسك أنا الختام للبقية. تفضلي يا أستاذة نفس هدى. العتاب برضك على أستاذ صبري إنه بعت لي المجموعة في وقت ضيق جدا من ساعة أو ساعتين. لكن في المجمل العام قريت أول قصة اللي هي عن الغربة وعن الرحيل، فذكرتني بنص ليه اسمه ذكرى أصابها مس، وارتباطه فعلا يعني ممكن نقوله هي نوع من السيرة الذاتية وحالة الغربة اللي فيها الأديب، وتشابهه معي في الغربة اللي في قلب وطني لكن هو خارج وطني. في موضوع تاني هتكلم عليه، ان ما في اديب بالذات من الحداثيين او غيرهم الا ما يتكلم على نوعين او شيئين، يعني الموت والقطط. يعني هو كتب اللص والقطه، انا كتبت جريمه قط، يعني لسه بعتها لحضرتك استاذ صبري على الماسنجر، جريمه قط. وزي ما انا كتبت لك برضك في اسمه مراكو كتب كتير عن القطة في رواياته، ودلالة القطة وارتباطها بالروحانيات والمخفيات. وممكن ناخد القطة برضك من نوع آخر، ممكن ناخدها الأنثى أو الغموض والأنوثة. فأنا إن شاء الله هنقرأ أو هقرأ المجموعة بعناية، وهيكون ليا قراءة نقدية متواضعة بإذن الله. فبهنيك يا شكرا أستاذ صبري جزيلا أستاذ هدى. وبرحب بكم جميعا. إذا نصل إليك أستاذنا العزيزة الأستاذ الدكتور سعد التميمي. نحن إذا مع الليلة مع الأستاذ صبري، وليست هذه ألو أول ليلة. نعم أستاذة، ألو نعم 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 سمعناك سمعتني وأنت ألو انتهيت. نعم نسمعك، هل انتهيت أنت من المداخلة ولذلك أنت كنت انتقل؟ سامعني ولا كان النت رايح؟ لا كنا لا كنا سامعينك سامعينك سامعينك. وانتهت المداخلة، فلذلك استقبل كلام الأستاذ حميد. اتفضل يا أستاذ حامد اتفضل. شكرا 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 جزيلا. شكرا لك، إذا شكرا أستاذنا جزيلا. العزيز الأستاذ الدكتور سعد التميمي، كلنا آذان صاغية، تفضل أستاذنا. شكرا جزيلا لك أستاذ حميد، شكرا للعزيزين دكتور حاتم وأستاذ محمد ياسين والأستاذة هدى على ما قدموه. أنا سوف لا أقول أنها وصلتني متأخرة، لا وصلتني من زمن بعيد، أرسلها لي العزيز الأستاذ صبري يوسف،
استمتعت بهذه المجموعة القصصية اللي استحضرت فيها دائما مداخلات الأستاذ صبري، اللي هي مداخلات مرتجلة أحيانا. استحضرت هذه اللغة الشفافة العميقة، اللغة الشاعرية. أنا راح أتكلم بشكل عام، سوف لا أقف عند جزئيات القصة، لا، راح أتكلم بشكل عام عن مجموع هذه القصص. بعد أن انهيت قراءة القصص، وأقول تقريبا 8 قصص قرأتهم، والاثنين الأخيرات يعني أردت أن أؤكد النتيجة التي وصلت إليها، لم أكملهم صراحة. عدت إلى مقدمة الأستاذ صبري، وإذا بالمقدمة تطمئني، قلت لا أقول فد شيء قد يكون الرأي بي يعني حاد، لكن وجدت في المقدمة يشير إلى ذلك الأستاذ صبري. أنا صراحة قرأت هذه النصوص على أنها هي محطات من سيرة، يعني هي فيما بعد لو يجمعها وغيرها هي سيرة ذاتية، لأن هو يتحدث الأستاذ صبري في المقدمة يعني بما معناه، لم أدون ما قال بالضبط، يقول هذه القصص هي أفكار وأحداث بالواقع يجنح بها الخيال، يقدمها بعد ذلك بعد أن يوظفها خياليا، يعني يضيف لها اللمسات، لكن الاحتكاك الأول لهذه القصص هي واقعة أو حادثة أو فكرة. الجنس، أنا يستشكل علي الجنس في هذه، مع تقديري لكل الإخوان اللي يتكلموا عنها أنه قصة، لا هي هجينة، يعني فيها ملامح القصة، لكن هي تارة في مقاطع معدها تكون أشبه بانطباع وخاطرة. يتمثل السرد في بعض مقاطعه، لكن يعود الأستاذ صبري إلى لغته، فلذلك الوصف مهيمن، الوصف في هذه المجاميع أكاد أن أجزم يشكل تقريبا 80%، وهذه إبداع أستاذ. أنا قلت في بداية كلامي إبداع الأستاذ صبري، أنه قادر على أن يصف حادثة معينة، يصف يجنح عادة إلى اللغة الشعرية يعني على حساب السرد، فلذلك وهو يمكن حتى في مقدمته أشار إلى ذلك، أنه يشير، وحتى هو يعني أستاذ صبري يشير إلى أنه أنا من رجعت قرأت هذه قراءة نقدية، يعني عمل عليها المختبر النقدي، قال هي أقرب إلى النص الأدبي من القصة، وجعل النص الأدبي بشكل مفتوح. لماذا؟ لأن فيها تمثلات القصة، يعني السرد موجود ما ينفي عنها، لكن فيها جرعة كبيرة من الشعر. عندما نقول الجنس قصة، يحتاج أن نستدعي الشعر في جانب ليس على حساب. احنا الان عندما نقول هناك تداخل، واحد من سمات النص الان بكل اتجاهات الروايه قصه شعر تداخل الاجناس، لكن كيف نحدد الجنس؟ بعيد عن قصديه، صحيح اذا ما كتب هسه الان لما نقدم اياها الاستاذ صبري مجموعه قصصيه، احنا خلاص ملزمين ان نقراها على انها قصه وجنسها، لكن في ميزان آخر للفصل، احنا الآن عندنا النص، نجد ما هي الخصائص الأعلى منسوبا، هل هي أقرب، لأن أحيانا نقرأها نص نثري في بعض المقاطع، قصيدة نثر وليست قصة. ما دمنا في هذه المنصة، يبدو كل من يكتب من الإخوان والأصدقاء في هذه المنصة لا يستطيع أن يغادر ذاته، فهو البطل وهو الراوي وهو كل شيء، يعني ينسى أستاذ صبري، يعني أحيانا في يمكن في القصة الأولى يقول هذا القلم
ذكر المتواضع لا يستطيع أن يعبر عن ما كان يراوده. هنا رجع الصبر يتكلم عن قلمه مو عن البطل وغيره. ولذلك يعني هنا ما انطانا بطل إنسان عادي، البطل هو الأستاذ صبري، هو الكاتب، هو الأديب، مو الإنسان العادي، يعني مو الشخص اللي عانى في بلده وطلع وواجه، لا هو الكاتب، يعني البطل هو الكاتب. فلذلك أنا يعني بين التجنيس الثلاثة اللي هي القصة، السرد، الشعر، موجودة ثلاثة هي. ويعني بالمستقبل يعني إذا فكر، أو الآن هو كاتب الأستاذ صبري سيرته ما شاء الله، يعني أنا أتكلم وقاري لكثير من الأصدقاء السيرة، وآخرها أنا قرأت ودققت سيرة الدكتور علي جعفر العلاق إلى أين أيتها القصيدة، عنده إمكانية كبيرة لتقديم سيرة بخطاب أدبي، هي مو فقط سيرة أحداث ولدت وعملت وكذا شيء. هذه السمة الأدبية في أدب السيرة مهم جدا. أيضا هو يتكلم، الأستاذ صبري سجل هذا النص، بل أحيانا ما يهم جنسه، يقول في أيضا في مقدمته: لا أفكر بالقارئ والقارئة، ها، ولا الرقيب، ما لي علاقة بالقارئ والقارئة. إذا هو هنا يعني قصديا كتبها، أنا بوجهة نظري ما أعرف يصحح لي، كتب هذه النصوص وبعد ما كملت جنسها، يعني لم يجنسها مسبقا. والدليل على ذلك في واحدة من هذه القصص أستاذ صبري، قال هذه، وهذه لطيفة جميلة يعني أنا عجبتني، قال هذه في هذا الوقت كتبت وفي هذا الوقت عدلت فيما بعد، وعيد يعني تعديلها. وهو يشير بعض القصص ولدت كاملة، ولادتها كاملة، لكن بعض القصص كانت خدج، كان المفروض يضعها في الحاضنة، ها، ما يخرجها لأن يحتاج لها رعاية معينة، أكسجين معين، لأن هو قناعته، لأن هو يكتب بعقلية الناقد. الأستاذ صبري يكتب بعقلية الناقد، شو وقت يكتب بعقلية الناقد؟ بعد ما تنتهي. بالبداية لا، يكتب كما هي، يدونها. شو وقت يشتغل مختبره النقدي؟ يشتغل من يريد يجنسها أو يقدمها. 10 قصص الاختيارات من 86 إلى تقريبا يمكن 2017 او 2018 ما تخون الذاكره، اخر الـ القصص. ايضا يشير هو في يمكن اول المقدمه مالته لا ما تخون الذاكره، يقول يسأل كيف اكتب قصصي؟ قول تجربه، معاناه، تولد، تختمر، انتهت. يعني اكو تجربة موجودة والاحتكاك بها والتحويل بها. يعني ولذلك يعني انا قد يكون اللاوعي، يعني عجبتني قراءة استاذ حامد، بس يعني احساسي الاول يعني مثلا حمل يعني النص يعني كثيرا بقراءته، حلوة، انا عجبتني يعني هذه اشتغالات الناقد. لكن حتى الاستاذ صبري يقول احيانا مثل قصة الجرافيتا والقنب، يعني حادثة هي حقيقية عملها، وأنا عجبتني تماما هذه القصة، مثل قصة الشروال أيضا، هذه اللي بها هذه المخاتلة وما بين الوالد واختراع شخصية، بها اشتغال مسرح على سينما هذه القصة. أنا معجب جدا بما قرأته باللغة السيالة، أسميها لغة تنضح، وأنا أحس يمكن بعد ما جنسها وقدمها يمكن اختصر معدها أستاذ صبري كثير، لأن أنا أدري بيه يسترسل في لغته، وهذا اللي خلاني يعني أقول أشكل على قضية السرد، لأن السرد يحتاج لضابط قوي للغة، لأنه أكو خريطة إليه، يعني هو ليس خطاب عام حتى
يسترسل بحرية الكاتب، لا، هناك الشخصية تفرض عليه كيفية بناء الشخصية، أيضا تفرض عليه الحبكة ما بين الأحداث، الشخصيات لا رئيسية وثانوية. ليش أنا قلت هي سيرة؟ كل شخصيات هذه القصة هي واحدة ما تغيرت، هو صبري أخوه، المكان إذا كان في سوريا والمكان هناك، وأحيانا في كثير من الأحيانات هو مو غرض النهاية، فقط يفاجئ المتلقي. شكرا جزيلا للأستاذ صبري اللي أرسل لي هذه المجموعة واستمتعت بها كثيرا، وشكرا لكم وعذرا إن أطلت. شكرا ما في جزيلا سؤال. أستاذنا، ونحن دائما نستفيد من رؤى الدكتور العزيز دكتور سعد التميمي. أصل إلى الأستاذ سمير بيا بعد ذلك تكون مداخلتي، وأعيد وأؤكد لكم إن شاء الله الأسبوع القادم سأرسل لك أيضا دكتور سعد مجموعة ثقوب، وأعتقد أنت كنت معنا أيضا في جلسة قبل أكثر من سنة، ولكن إن شاء الله تكون هذه الجلسة الثانية. أستاذ سمير، نعم أعتذر أن أنا نجعلك في الأخير، ولكن بعد ذلك أنت تكون الزبدة، أنت العسل، لا بأس لا بأس المسك 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 لا والعنبر، بأس. شكرا أخي حميد، شكرا لما والعالم استمعت. الفلسطيني الجميل الرائع الثائر الحبيب نعم سمير بيا، تفضل. شكرا أخي حميد، شكرا لما قدموه الأخوة، شكرا لكم جميعا. يعني طبعا هي أرى نستفيد منها، ودائما النصوص تثير هذه الجدلية وهذا النقاش. طبعا دكتور سعد التميمي نحترمه جدا، كذلك منه نستفيد، الأخ حاتم، الأخ أحمد ياسين، كذلك الأخت معنا، وكذلك يعني في هذه الآراء يعني تتكرر، وهذه الآراء يعني تختلف، لكن هذا كله في صالح الأديب. يعني ما لاحظتم خلال هذه المختارات، يعني حاول الأخ صبري يوسف أن يعطينا لمحة عن تقريبا تجربته، يعني حتى تاريخيا، من تقريبا من بداية يعني النص يعني القديم جدا، وهو النص من 86 و900 ألف، نص النص والقطة، ثم النهاية تلبية، يعني قصة هدهدت وهدهدات عشقية، يعني 18 و2000، ويعني تقريبا هو تاريخيا أعطانا نظرة ومن خلال هذه المختارات حول تجربته. لكن أنا ركزت عملي أكثر على النص الأول في هذه المجموعة، وهو بعنوان احتراق حافة الروح. يعني ما شدني إلى هذا النص، والذي يعني كما قلت جعلني أختاره على حساب النصوص الأخرى قرأتها كلها، لكن ركزت تحديدا على هذا النص من خلال يعني حضور خطاب السرد، مدى توفره، وأشار إلى ذلك الأخ سعد التميمي في هذا النص، كذلك حضور الشخصيات، خطاب الوصف، ثم انتهيت باللغة. يعني هي قراءة سريعة، لكن حاولت أن تكون قريبة جدا من النص دون إسقاطات، دون أن أجعل النص يعني دون تحميله ما لا محتمل. يعني من خلال الخطاب السردي هنا، حضور ما نلاحظ من خلال الشخصيات، أولا حضور شخصية القصة والسرد هنا، وهي شخصية الكاتب كما قال الأخ سعد التميمي، حضور يعني ضمير متكلم هنا، هو الذي يبدأ يعني الكلام، يدير دفة الحوار وكذلك دفة السرد والوصف، خاصة سنتحدث عن الوصف في جانب آخر. يعني وكل الشخصيات تدور في ملك هذه الشخصية الرئيسية، يعني كل الشخصيات، يعني الأب والأم، المودعون، يعني كذلك هم الذين يودعون السرد هنا، استعدادنا للسفر، إذا هم يدورون كلهم في فلك هذه الشخصية الرئيسية. أبدأ بشخصية الأم مثلا، حضرت شخصية الأم من خلال خاصة تركيز السرد على بعض الصفات والتفاصيل بعينها، يعني لم يجعلها تتكلم، لأنه يعني في عديد الصفحات يقول أنها لا تنبس بكلمة، يعني هو جعلها أو تحضر من خلال فعل الوصف. سأعود إلى فعل الوصف كما قلت لك في جزء ثاني. كذلك شخصية الأب، لكن شخصية الأب هنا نراها تحضر من خلال الأقوال والأفعال، لأنه يخاطبه ويحاوره. وطبعا هنا مقصدية الكاتب سنرى من ذلك من خلال هذه المقصدية، ما الذي قصد الكاتب من خلال استعمال الحوار مع الأب والوصف، ولكن استعمل الوصف خاصة مع الأم فقط، يعني جعلها لا تتكلم، لكن الوصف هنا سنرى يعني هو يختم هو مقصد الكاتب. يعني خطاب الوصف إذن هو كما قلنا المواصفات، خاصة
الأم والأب والمدعو. بالنسبة للأم إذا قدمها بطريقة جاهزة، يعني لم يقدم الأم بطريقة نامية، يعني مثال بعض الصفات، يعني مثال في الصفحة 14 يقول يعني كان وجهها شاحبا للغاية، ثم يقول ارتجفت شفتاها، كان الإرهاق باديا على سماء وجهها وشفتيها. يقول كذلك في صفحة أخرى تجمد الدم في شفتيها، تحول جسدها إلى كتلة يابسة، عيناها جاحظتان تحدقان في لا شيء، لم تكن تنطق بكلمة. يعني انظر جيدا، كانما يقدم الواصف هنا، الواصف طبعا هو السيد نفسه، يقدم للموصوف له اللي هو المتلقي، يعني يقدم الأم هنا بطريقة جاهزة يعني، ويجعلها لا تتكلم، وهذا سنرى ذلك يخدم مقصدا معينا. الأب الآن كان يصرخ ويبكي كالأطفال، الصفحة 17 وهو يبكي بمرارة، الصفحة 18 وهو يقهقه كانت دموعه تنساب بغزارة. هنا الوصف امتزج بينما هو وصف مادي ووصف نفسي، يعني إذا كان الوصف المادي اقتصر على وصف الأم خاصة سماء الوجه، وهنا له دلالته يعني تركيز على الوصف والملامح خاصة، لكن هنا مزج في وصف الأبي بينما هو مادي وبينما هو يعني نفسي. في وصف المدعوين قال عيونهم البرية كانت دموعهم تنهمر كاللآلئ على خدودهم الحزينة، كانوا يهجمون على يد اليمنى ويزرعونها قبلا، في الصفحة 20 وهي آخر صفحة من النص. يعني الوصف هنا جمع بين ما هو مادي وما هو نفسي، لكن غلب عليه ما هو مادي وركز خاصة على ملامح الوجه والعيون. يعني هنا كأنما هذه الشحنة يعني من الحنين ومن الأنين ومن الألم في هذه الحادثة، حادثة السفر، يعني ركزها على مشاعر الشخصية، لذلك اختار أوصافا معينة. لأن الوصف هنا تحول من وصف يعني لم يعد وصفا بغاية الزينة أو بغاية، يعني الوصف هنا له مقصد، يعني مقصد نفسي. إذا هو الكاتب هنا والراوي ونفسه السرد هنا يريد أن يبين يعني هشاشة هذا الموقف، هشاشة هذا يعني الشعور بالضعف، الشعور يعني في مثل هذه المواقف خاصة من الأطراف المقربة إليه، الأم والأب وكذلك المدعوون. إذا وتأثيره على نفسه، يعني الوصف هنا والواصف، الوصف خاصة ينهض بوظيفة تأثيرية بالأساس في الموصوف له، يعني طبعا المتلقي، يعني الواصف اختار ذلك تأثيرا، يعني هو يتأثر بما وجده في خلال هذا الموقف ويؤيل التأثير في الذي يتلقى هذا الوصف وهو الموصوف له. يعني الوصف هنا جاء على درجة كبيرة كما قال الأخ سعد التميمي، دكتور سعد التميمي أشار إلى اللغة، سأتحدث عن اللغة في جانب أخير وحتى لا أطيل. إذا الوصف هنا جاء للنهوض بوظيفة تأثيرية أساسا، إذا هو اختار هذا الوصف بعناية وركز خاصة كما قلت على الوصف المادي. وظيفة الوصف إذا هي وظيفة تأثيرية بالأساس، فاختار الوصف كان مباشرا، لذلك ركز على الوصف المادي أكثر من الوصف النفسي الذي جاء في مرتبة ثانية. بالنسبة إلى اللغة وأختم بها، اللغة في هذه القصة بين الظفرين قصة يعني احتراق حافات الروح، يغلب عليها الشعرية والتدفق والسلاسة، يعني هي لغة متدفقة، هي لغة سلسة، يعني شدتني كثيرا، يعني هي لغة أقرب إلى الشعرية، بل هي شعرية فعلا، يعني وأشار إلى ذلك كذلك الأخ الدكتور سعد التميمي، لأن هي لغة إنسانية دفاقة، فإذا هي يعني تقطر حنينا وألما وأسا، فاللغة هي في إيقاعها المتدفق كانت خير ترجمان لمشاعر الكاتب او هو السرد هو نفسه، بل هي تشد المتلقي بعفويتها وبساطتها في ناحيه اللفظ دون تعقيد او غرائبيه. يعني لم ارى غرائبيه في المعجم، يعني المعجم يشيب الحنين يشيب الاساء، كذلك ذكر الاخ احمد ياسين يعني هذا الحنين في قصائد اخرى او في قصص اخرى، هو هنا في هذه الدفعه يعني من الحنين كانت طاغيه جدا على اللغه، كانت طاغيه جدا على الاحداث، لم يعني لما ارى هذا الحدث الكلاسيكي او كما قال الدكتور سعد التميمي هذه الحبكه او كذا، لكن انا رغم ذلك اعتبره قصه، انا اعتبره قصه. لماذا؟ لانه بعض الاحيان يعني الكاتب يبدع داخل النمط، الكاتب هنا فعلا هو يبدع داخل النمط، هذه النمطيه هو يحاول الابداع داخلها، يحاول يعني ان يخرج بهذه التخريجه بهذه البصمه. يعني هو صحيح أنا مثلا أنا كتبت بعض النصوص ليست فيها هذه الحبكة تحديدا وهذا الحدث، يعني
او قصه الحدث او قصه الشخصيه، كما نرى مع محمود تيمور مثال، او مع يعني مثل نبوت قصه نبوت الغفير مثل، تقوم على ذلك الولد الذي يبيع النبابيت. يعني هي قصه تقوم على الشخصيه، او قصه تقوم على الحدث او قصه الحادثه، مثل استحضر مثل يوسف ادريس يعني في قصصه، يعني ذاك غريب يعني في تلك الحادثه في الغيط عندما حادثه تلك الحادثه. يعني هنا لم نلاحظ ذلك الحدث البارز او التي تدور حوله كل الشخصيات او يجمع كل الشخصيات، لا. وهذه سيما رايتها تقريبا على كل النصوص التي قراته في هذه المختارات. يعني ليس هناك حبكه يعني بعينها، مثلا قصه القط واللص والقطه، يعني هي خاصه ما اعجبني فيها هي تلك القفله، يعني تلك المفاجاه، تلك يعني رائعه جدا، يعني خاصه هذا الانتظار يذهب الى انتظار اخر او افق اخر من الانتظار. يعني ذلك يعني احسبه لصالح الكاتب. وطبعا كما قلت هي القصص هي ممتده على فتره زمنيه، واشار ذلك صديقنا الصبري بان هذه التجربه هي على درجه من النضوج. وكذلك يعني هو طبعا استفاد من اكيد من استقراره في اوروبا، وله هذه اكيد قراءاته، وذلك ينجلي او يتجلى في كتاباته. شكرا لكم ولكم الكلمة. شكرا جزيلا أستاذ صبري. أنا قبل أن أعطيك الكلمة وننتهي من الجولة الأولى، أنا بدي أطرح أيضا، وكنت قد حتى تحدثت قليلا إلى الأستاذ صبري حول هذه الكتابة الجميلة، وأيضا أنا لفت انتباهي الصراحة فراخ العصافير، ولكن أنا أتناولها بطريقة أخرى. أنا يعني انتبهت إلى القيمة وإلى الثيمات وإلى الملامح السينمائية وإلى الملامح الفنية، وأجد أن في هذه القصة يعني أنا أتخيل كأنه صبري، رغم أنه ليس ذلك الشخص الكبير الذي يحكي لأحفاده هذه القصة، هل هي موجهة للأطفال؟ نعم موجهة للأطفال، موجهة للكبار، موجهة يعني جعلتنا أتذكر كان في كتب يعني كانت تصدر زمان، يعني من كان يتابع مجلة ماجد، وكان هناك أيضا بعض الكتب كانت تصدرها المكتبة الوطنية أعتقد في الكويت عن الشباب والفتيان، يعني تمزج ما بين التراث وتمزج أيضا ما بين الخيال، أو حتى يعني معالجات كانت لأفكار وقصص عالمية ولكن بطريقة جيدة. إحنا الآن نفتقد حقيقة هذا النموذج، نفتقد حقيقة هذا النموذج، ولا يعني أعتقد أن الأستاذ صبري عليه أن ينتبه إلى هذا إلى هذا الأسلوب. يعني أنا بصراحة من الناس الذين لا أستطيع أن أكتب للأطفال، أو عندما أكتب ربما سرعان ما أدخل في قضايا أكثر، أو ربما يكون هناك أيضا المسائل اللي هي الجسد وكذا، بحيث أنها لا تصلح بعد ذلك أو تصنف العمل أنه أحيانا يعني ما بعد 18 سنة أو 16 سنة. الجميل في هاي يعني الأستاذ صبري في هذه القصة لو يجد رسام، وهذا الرسام فقط يعني يحتاج ولو 5 6 لوحات، ويعني السياقات ولهذا ممكن طبعا عندما تخرج في هذا النمط، اعتقد لو يعمل الاستاذ صبري سلسله حتى ان الشخصيه صبري ممكن ان يوضح معالمها وملامحها، بحيث تصبح يعني شخصيه، يعني كلنا يعني نعرف ماجد، نعرف النقيب خلفان كسلان جدا عبر مجله ماجد، لا نزال نتذكرها، اعتقد حتى انها كانت تصل اعتقد الى تونس، ما ادري اذا كان الاستاذ سمير ايضا يعني كان نعم هناك. توصل. ايه يعني عندك انت الان ملامح الاستاذ صبري، ملامح هذه الشخصيه، ملامح كيف تتحرك هذه الشخصيه. الموضوع يعني ايضا الجميل جدا لك كيف انت ان تقدم بلغه رصينه ولكنها ايضا لا تهبط، او هذه اللغه يمكن ان يستوعبها مثلا الطفل، ونحن نتحدث عن الطفل 7 سنه 8 سنه 10 سنه 19 سنه الى 12 13 14 سنه، وايضا الكبار. يعني ممكن هذه القصة تكون بيد أم وتحكيها لأطفالها، أو بيد جد ويحكيها لأحفاده، يتخيل نفسه أنه هو صبري أو أنه هو الكاتب. فهو إذا يعني ربما أخرجت في هذا النمط مع فنان تشكيلي يرسم يحدد ملامح صبري، هذا كيف هذه الشخصية، يحدد هو أيضا صبري أنت تريد هذا الطفل في أي سنة، هل هو في السنة التاسعة، في السنة السابعة، في السنة يعني ما أعتقد أنه السنة الخامسة، أعتقد اللي هو يكون الخيال دائما منفتح أكثر للطفل ما بين الخامسة السادسة والسابعة تقريبا، يعني ربما في هذا النمط. ولكن يمكن أيضا هذا الطفل أو في مثل هذه الحالة أن يقدم قصة لناس أكبر منه، يعني قصة لناس أكبر منه،
الملامح هون يعني ملامح متضحة جدا، يعني أحن إلى أيام الحصاد، كأنه هون يعني صبري قاعد يحكي لنا، يعني أنا الآن في هذا المكان أحن إلى ذلك المكان، حتى المكان ذلك المكان يؤثثه بطريقة جميلة في أكثر من قصة. أي الحصاد عندما يتحدث دائما عن الأب فيقول الأب صدره المملوء بالهواء النقي، وطبعا اليوم احنا عندما نتحدث حتى تعطينا بعض هذه القصص يعني حنين الى ذلك المكان، يعني مين كان يتصور ان سوريا او اليمن يحدث فيهم ما حدث الان؟ يعني انا كنت اعرف يعني قرى سافرت اليها وكذا، الان عندما اسال اين تلك القرى؟ يقولون محيت من الوجود، محيت تماما، يعني ما يوجد فيها بعد، لا يوجد لا شجر لا حجر لا بقر لا انسان. سوريا ربما أيضا حدث أيضا في نفس المكان، إحنا الآن نشاهد ونراه وكل يوم وكل ليلة، يعني قرية من قرى في غزة أو في لبنان تمحى عن الوجود، محيت تماما. يعني هذه غزة اللي كانت دائما عندنا أصدقاء ونتواصل معهم عبر الماسنجر وفيديوهات، مثلا أحيانا يتحدث معنا الشخص من نافذته أو من منزله، لا يوجد ذلك المنزل، لا توجد قرية، لا يوجد مهبط، لا يوجد مسجد، لا توجد كنيسة، لا توجد كذا. يعني هذه هي المشكلة الكبيرة، أو هذه هي اللي إحنا يعني في العالم العربي دائما إحنا عرضة للتهديد، أو إحنا يعني حتى في أفريقيا. فلذلك ربما هذه أيضا إعادة تأثيث الذاكرة، الذاكرة الإنسانية، يعني بمعنى إحنا ناس سلام، إحنا ناس أنا أنت يعني من مصر من الكويت حتى من كل مكان تقريبا، لا يوجد منطقة أو لا يوجد شعب عربي أو لا يوجد يعني أديب عربي أو كذا يقول والله أنا مع الحرب أو يقول أنا كذا، مستحيل، يعني ما أعتقد أبدا في كذا. إذا المطلوب ربما، أو يعني حتى أنا يعني قلت للأستاذ صبري وأنا أترجاه، أنت تمتلك هذه الموهبة، كيف أنت تستطيع أن تستثمر هذه الموهبة؟ إذا وجدت مثلا صديق يتعاون معك سيكون هذا خير، وسيقول أنت لأنه هذه فجوة وهذا نقص كبير جدا في الثقافة العربية، كيف أنت تبدأ أنه يعني بتأثيث أو بالتأثيث الثقافي بالتأثيث الجمالي بجعل اللغة، يا جماعة يعني أنا عندي أولاد وبالمدرسة ويأتون ويغنون باللغة الفرنسية الفصحى، ما في حاجة اسمها لهجة. يعني اليوم مثلا لما تأتي في مصر وتأتي مثلا يعني يأتيك واحد مهرجانات أو فنانين المهرجانات ويقول لك خلاص تغير الزمن، اللغة تغيرت، الناس تغير كلامهم، لا يعني لا يمكن أنت أن تمحي لغتك، لا يمكن، لا يمكن أبدا باللهجة، توجد لهجات عندنا. يعني هسه فرنسا أنا في منطقة النورماندي إلها لهجتها، منطقة البريطاني، منطقة باريس إلها لهجتها، كذلك في تونس، لكن هنالك دائما اللي هي يعني كيف ربما الخيال الذي يمتلكه صبري انه يستطيع ان يتصور او يستطيع ان يستعيد ذلك تلك الايام الخوالي من ايام الطفوله، وكيف ايضا انها تكون ذات تعبيريه تعبر عن واقعنا اليوم. يتوه، كلنا تائهين اليوم، كذلك الطفل الذي يتوه في ذلك الحقل ويبكي الى امه، يعني احنا من الناس، يعني انا هنا وصبري هنا لا يستطيع ان يجد حضن امه ليبكي. بعاد الامهات الاخوات الكبار الاخوه الكبار، انا اريد كذا، ما الذي يحدث يا صبري؟ شو حكايتك يعني؟ فاذا يقول لهم والله في عصافير وهذه العصافير عطشانه، فاذا به ياخذ الطاسه وبعدين ياتي ويهتدي الى مكان العصافير اخته، فاذا به ينسى الطاسه، فاذا به اخته ترجع، يعني في حل حلو هذا الاشتغال الديناميكي. البعض قد يقول احنا لسنا امام عقده يعني ضخمه، لسنا امام عقده بمعنى العقده، لسنا امام نص يعني قصصي بمعنى النص القصصي، لان العقده يعني ربما الدكتور سعد ايضا يرى انها نوع من الديكلاراسيون او ما نسميها الهذرات او شذرات من السيره الذاتيه. ولكن ايضا هنا يا جماعه ربما في عقد صغيره جدا لهذا الطفل لكذا، ولكن ايضا هي تنبئنا يعني كيف نحن نتوه، يعني اللي ما يريد اللي يريدونه هذه العصافير ماذا يريدون؟ يريدون الماء. يا اخي الان انت تروح لاطفال في غزه هم ما يريدوا، لا يريدوا لا بسكويت ولا يريد الشوكولاتة ولا يريد الألعاب الدب الأسمر ومش عارف، هم يريدون ماء ماء ماء، كلمة ماء أصبح لها قيمة اليوم. إحنا عندنا كمان نفس الشيء في اليمن، ربما في سوريا أيضا، الناس تجري أو الناس تمشي بعشرات الكيلومترات حتى يأتي الشخص أو تأتي المرأة ولديها 5 لتر ماء ماء، يعني قيمة كبيرة جدا. وحتى نحن الآن في هذا العالم مهددين،
بالماء النقي أن يذهب أو أن يأتي الماء اللي هو اليم وكذا، فظل هذه. فإذا هنا يعني قد تقودنا أيضا عندما نتمعن في التحليل، وكما تمعن الأستاذ أيضا محمد ياسين، لكني ذهبت إلى جهة أخرى. فإذا هذه جميل أن يكون النص يحوي هذه الإشكاليات المتعددة، أو يحوي هذه، بحيث أن كل ناقد يغوص من مكان ما أو يمسك بطرف ما، بحيث أن نستطيع أن، لأن لا تستطيع هنا يعني مسألة الكل ومسألة الكذا تعتبر أيضا من الإشكاليات الكبيرة، ولكن أحيانا هنا جزئيات وجزئيات صغيرة، ولكنك بعض التفاصيل الصغيرة تقودك إلى تفاصيل وإلى أشياء كبيرة. إذن شكرا لكم، وإن شاء الله أنا أعمل أيضا على كتابة هذه المداخلة. أستاذ محمد، إحنا ممكن نستمع للأستاذ صبري ونعود إليك بالجولة الثانية، أو لديك تعليق مهم كما تحب. أنا ممكن أعطي الكلمة للأستاذ محمد يقدم تعليقه وبعدين أنا أقدم تفضل مداخلة أستاذ على محمد. المداخلة. تفضل أستاذ محمد. استكمالا للحديث السابق، وكنت مخليه هذا الجزء للتعليق. بس احنا بنعود بس نسمع الاستاذ صبري ونعود الجزء الثاني الان. نسمع أوكي، اخر تعليق للاستاذ صبري على الجوله الاولى ونعود الجوله الثانيه الان. نسمع الأستاذ صبري. استاذ صبري، الان اذا يعني اذا لديك يعني ايضا بشكل مختصر جدا، وبعد ذلك نعطيك اكثر شويه، اليوم شويه ماشي يعني. ماشي ماشي. تفضل. بداية أشكر كل النقاد أيضا، وأشكر الأستاذ هدى أيضا على مداخلته. أود الوقوف ابتداء من الأستاذ الدكتور سعد التميمي، تحدث بعمق عن كثير من المواضيع حول القصة. أود أن أشير إلى أنني كتبت مقدمة هذه المختارات القصصية للمجموعات القصصية الخمسة، ويوجد في المجموعات القصصية الخمسة ما بين 3 إلى 4 قصص قصيرة. بالحقيقة أنا قلت في مقدمتي أنها نص أدبي أقرب من النص الأدبي منه إلى القصة القصيرة، ولكن حبي الشديد لهذه النصوص أدرجتها في باب القصة القصيرة، هذا من جهة. ولا يوجد أي قصة من المختارات هي المقصودة في هذا السياق، هذا أولا. ثانيا، أود التأكيد على أن القاص الشاعر الكاتب الروائي يكتب، معظم كتاب العالم يكتبون بطريقة أو بأخرى ما يموج في الذاكرة في الخيال من تجارب من أساليب. وكما قال العديد من النقاد ومن الروائيين أن الإنسان يكتب رواية واحدة حتى إن كتب 100 رواية هي نفس الرواية يصوغها بعدة أساليب. أتوقف عند نقطة أساسية أشار الدكتور التميمي، يقول بعض قصصي خدج، أو بين قوسين لا يقصد خدج، أي يقصد غير مكتملة. أنا أتبع هذا الأسلوب، وقد اتبعته في قصة الشروال، وهي قصة من محض الخيال. من يقرأ القصة يظن أو يتوقع أنها حصلت على أرض الواقع. أنا أريد أن أقول للمشاهد والمتابع والمستمع الكريم أنني أستخدم أسلوب بين قوسين السير ذاتية في إيقاع القصة القصيرة التي أكتبها، وأكتبها بضمير متكلف في الكثير من الأحيان، ولكن أكثر القصص هي من محض الخيال. مثلا اللص والقطة التي أشار إليها الدكتور حاتم هي من محض خيالي تماما، ولكن من يقرأ القصة يظن أنها حدثت على أرض الواقع حرفيا، علما أنه حصل معي عدة مرات. كنت أرمي النفايات في برميل النفايات كان يهب تهب قطة ما في وجهي. هل حدث حصل أكثر من مرة، ولكن هذا الحدث يكتب بسطرين ولا يكتب ب5 صفحات. هاي نقطة وفيها إسقاطات عديدة. كتب عني كتاب الأستاذ الناقد العراقي محمد صابر عبيد، كتاب حول عن سردياتي بعنوان جدلية الذاكرة والمتخيل، وكان بارعا جدا في دراسة 25 قصة من قصصي مع 3 روايات، وتوقف عند فصلين كاملين عند القصة القصيرة، وقال إن صبري يوسف يستخدم الموروث الثقافي والشعبي والذاكرة
ويستغل الخيال عبر هذه الموروثات ويصوغ منها نصا بين قوسين بديعا جدا ورهيفا. السؤال: ما العيب أو ما الضرر وما هو الغلط في حال إذا كتب الكاتب نصه بصيغة المتكلم؟ أنا أحيانا أكتب قصة بصيغة الغائب ثم أقرأ القصة. وبالمناسبة قلت أيضا عودة على هذه النقطة، أنا نعم قلت في المقدمة لا أهتم بالقراء والقارئات والنقاد والناقدات أثناء كتابة القصص، ولكن بعد كتابة القصص أنا يهمني القارئ والقارئة والناقد والناقدة تماما. ولماذا أقول لا يهمني أثناء كتابة القصة هؤلاء؟ لأنني أريد أن أكون حرا بالعمق، لا أريد أن يكون القارئ رقيبا علي، لا أريد أن يكون الرقيب رقيبا علي، لأنني عندما أفكر بالناقد وعندما أفكر بالقارئ وعندما أفكر بالمحسوبيات الاجتماعية والقانونية وإلى آخر ما هنالك سأكون مقيدا ولا أنطلق ولا أتدفق. من هذا المنظور أرى أن كل مبدع على وجه الدنيا ما لم يكن حرا بالمطلق في الطاقة الإبداعية سيكون إبداعه ناقصا ومبتورا ومخلخلا. هناك نقطة أخرى أود التأكيد عليها، بأنه اللغة التي أتبعها في كل قصصي، وقلت في مقدمتي أيضا أنها تجنح نحو الشعرية. نعم، هناك قصة يطلقون عليها اصطلاحا القصة الشعرية أو السرد الشعري، وأنا شخصيا أعتبر القصة هي إحدى الروايات، هي شأنها شأن الرواية ولكنها قصة قصيرة أو قصيرة جدا، يمكن أن تسقط عليها إيقاعا ونفحا شعريا. ما المانع عندما أصوغ نصي بإيقاع شعري؟ أنا أرى الشعر في القصة ورحيق الشعر في القصة يعطي طراوة وليونة للسرد وللإيقاع وللإبداع. كل قصصي هي قصص قصيرة حتى وإن شابه بعض النص الأدبي، ولكنها بالعمق تصف القصة القصيرة حتى بشكل متواري في بعض الأحيان. 2، ليس مهما أن تكون قصتي قصة قصيرة أو نص أدبي أو نص شعري، المهم ماذا تتضمن هذه القصة. الغرب تجاوز نظرية أين نجنس القصة القصيرة، أين نجنس قصيدة النثر، النص الأدبي هو المهم. أنا بالنسبة لي قصصي هي نصوص أدبية، هي قصص قصيرة، هي تجليات، هي خواطر، هي إبداعات، قل ما تشاءن، ولكنها تصب أولا وأخيرا في القصة القصيرة، فيها حدث، فيها زمان، فيها مكان، فيها حركة، فيها ذهنية، فيها بناء فني، قصصي، شعري، نص أدبي. شكرا لكم جميعا، ولنا عودة تعقيبات القادمة. تفضل أستاذ محمد. شكرا شكرا جزيلا استاذ صبري. وطبعا احنا نستفيد دائما من وجهات النظر، يعني احيانا الناقد ربما يذهب ويحفر في داخلك، وحتى احيانا ربما المبدع، واقول هذه بصراحة، نكون احيانا في الندوات ويكون الرد احيانا انفعاليا، وبعد ذلك عندما أنت تعيد كمبدع وتتأمل النقد حتى النقد السلبي، فستجد أنه ربما الناقد قد يكون هناك بعض الأشياء أنت تراها سلبية لكنها في الحقيقة إيجابية، أو هي تنبهك أستاذ إلى حميد، أشياء أعمق. نعم أستاذ حميد، يعني اسمح لي أنا هقول كلمة مختصرة بسيطة. تفضلي. أنا امبارح اتكلمت مع في الحلقة مع أستاذ صبري عن الحداثة، واتكلمنا عن الحداثة إن هي بتسمح لتدخل الأجناس الأدبية، فإذا أو أكيد أستاذ يوسف كاتب حداثي ومحدث، فإذا هو إذا كتب القصة ودخل فيها الشعر فأنا أحييه. وأنا كتبت تعليق لحضرتك عن المفارقة في الحداثة نعم صحيح. والخاتمة بتختلف كل اختلاف، فأرجو من حضرتك يعني لو وسع في الأمر تقرأ التعليق بتاعي قريت في التعليق. التعليقات. فإذا هنا إحنا بنكتب من مكان معين بتاعنا، بعيد كل البعد عن القصص الكلاسيكية يوسف إدريس أو الطباعي أو
أو حتى نجيب محفوظ، فإحنا في ملعبنا وبنلعبه في ملعبنا والكرة معانا. لا تحزن يا صديقي، الكرة في ملعبنا. إحنا بنلعب في مكان تاني خالص. ف أشوف، أنا قلت دوت اللي أنا كان طابع عليا إمبارح لو حضرتك فاكر، نعم قلت كان طابع عليا الشعر، لكن بحرفية قدرت أتحكم في السرد الشعري، وده إضافة لينا، لأن مش أي كاتب سردي يعرف يوظف الشعر ويقوي لغته وتوقع. هو متينة بالاستعارات والكلمات والمجازات، فما أسوأها يعني، معلش مع احترامي لحضرتك، اللغة المباشرة. يعني في بعض كتاب ذاع صيتهم، وبعض الأصدقاء اقري لفلان يا هدى، أو أنا معطيه أقرأ لفلان الفلاني، لأن أسلوبه عادي جدا ومباشر. أنا ده شيء بالنسبة لي صعب، إنما لما قريت الأستاذ صبري يوسف لغة ولا أروع وشعرية، خدني الحنين للأسرة وللأم، الوصف والمشهدية بشفايف الأم والقبل اللي اتعددت في أول قصة، فعلا مشهد حقيقي. يعني كنت بتناقش معاك على رافيا، انت شبهتني بيه بجد، الوصف دقيق وجاي من أعماق القلب، فأنا بحييك وبشكرك على هذا الإبداع، بس ده تعليق. شكرا شكرا. العفو استاذ حميد، انا شكرا جزيلا، فاتني، شكرا جزيلا استاذ هدى، العفو شكرا. فاتني إذن ان اعلق على تعليقك بدقيقه واحده، وتعليق استاذ سمير بدقيقه، بعدين اعطي الكلمه لمحمد ياسين بالاذن عنك استاذ محمد، انه اخذ الدور منك مره اخرى. تفضل تفضل استاذ سمير، بالنسبه تفضل. لقراءه استاذ سمير بها حول موضوع صمت الام، الأم ما كانت صامتة على الإطلاق، كانت في قصة احتراق عفاتره، وهذه القصة مستمدة من الواقع الحقيقي ولكن فيها توشيحات وتجليات في الخيال أيضا. الأم ما كانت تستطيع أن تتكلم أو ما كانت تتكلم، لأنها كانت في حال ذول، وأرصد لحظة الوداع من ديريك المالكية أثناء هجرتي إلى أوروبا، هي الحدث، القصة، زمان ومكان، ساعة، ساعة وربع، أسد، وبين قوسين تستحق أن تكون فيلم سينمائي معبر. يعني لا يوجد أي قارئ قرأ هذه القصة إلا تأثر في القصة. السؤال، هل عندما كان يتكلم الأب طول الوقت كان يبكي ويصرخ ويبكي؟ هذا حواري معه. اثنين، قال لي سوف لم ألتقي به مرة ثانية، سأموت ولا أراه، وكان يخاطبني وما كان يعرف أنني أنا ابنه. فبالتالي حالة الحزن التي رصدتها في القصة حالة غريبة وعجيبة، حتى أنني كنت أبكي أثناء كتابة القصة من السطور الأولى حتى نهاية القصة دون ما أن أحس أنني كنت أبكي، لأني كنت مسترخيا على بطني وأكتب، كنت أبكي وأكتب، أكتب وأبكي دون أن أحس. فيما بعد لاحظت أن الكتابة يعني مملوءة بالدموع، كنت أكتب بقلم الناشف، تبينت الدموع بشكل واضح. اثنين، أمي كانت تحزن وتبكي ولم تنطق، نطقها كان الحزن والأنين البادي عليها. نخرج إلى موضوع آخر، اللغة الشعرية في هذه القصة عالية، خاصة في استهلال القصة وفي الإقفال، تستطيع أن تتخيل أن عندما عبرت حافلة، يعني أنا عندما أقرأ القصة لي أحسد نفسي أن القاص كيف التقط هذه القصة، ثم أستدرك أنني أنا كتبتها، لما لا أحسد نفسي؟ فالسؤال المطروح، بعض القصص نعم فيها شيء من الذاكرة، تخيلوا لو كتبت هذه القصة بصيغة الغائب، أنا بطل القصة في القصة، وأنا مؤلف في القصة، وأمي هي أمي الحقيقية، وأبي هو أبي الحقيقي، والشخصيات الموجودة من الخيال أيضا كانوا في داخل القصة. الجواب، ما مغزى القصة؟ قرأ هذه القصة أحد الكتاب المصريين البارعين وهو صديق عزيز، قال أنت دمرتني، لأني كنت أريد أكتب قصة بهذا الشكل، ولكن بعد هذه القصة الوداعية
يستحيل انك تبحث عن مثال، لانها تجمع كل انسان يغادر موطنه من مصر، من فلسطين، من العراق، من سوريا، من لبنان. شكرا لكم مرة اخرى. شكرا استاذ صبري، نصل اليك الاستاذ محمد، تفضل. في الحقيقة الدكتور أستاذنا الدكتور سعد التميمي ذكر الملاحظة المهمة، وهي يعني ما الاسم الذي نطلقه على هذه المجموعة أو هذا الكتاب. يعني أنا كنت مخلي الجزء هذا للإيه في التعليق. هو الأستاذ صبري ذكر في مقدمة الكتاب في صفحة 11، أنا كنت مسجلتها كده، هو بيقول إيه عن نفسه؟ بيقول: أنا بكل بساطة لا أقلق عندما أخلخل بعض عناصر القصة نعم أو أي عنصر من عناصر الأجناس الأدبية. يعني هو الرجل، لو أخذنا هذا الكلام وطبقناه على الكتاب، هو الرجل لا يدعي أنه كتب قصص قصيرة أو كتب قصص طويلة أو كتب رواية أو كتب شيء. هو عندما نقرأ أو عندما أنا قرأت، هو أغلب الحكايات هي كأنها حكايات، هو يبوح بها كأنها بوح شخصي أو شخص يدون مشاعره التي تختلج داخله ولا يشغله بقى في النهاية أهي قصة أم لا. المهم أنه يكتب ويعبر عن مشاعره وأفكاره، والأسلوب شعري فعلا بدرجة كبيرة، الأسلوب منساب ومتدفق ورقراق، وكما هو متحدث جيد أمامنا الآن هو كاتب بارع أيضا. فطريقة الكتابة إذا درسناها بشكل منهجي أو بشكل مدرسي أو بشكل أكاديمي، كما وطبعا يفيدنا في ذلك الدكتور سعد التميم، كقصة القصة لها عناصر فلا بد أن تستوفى المادة المكتوبة، إذا رواية لها عناصر لا بد أن تستوفى، إذا هي خواطر، وأعتقد أن هي أغلب ما في الكتاب قريب من الخواطر أكثر منه إلى عناصر القصة، برغم أن الأستاذ صبري يقول أنها إيه، أنها قصة أو أنها قصص. ولكن الأسلوب، مرات الأسلوب يخدع القارئ فيأخذه ويسحره وينسى أنه يقرأ قصة. وهذا الأمر ذكرني باللي كنت قرأت من فترة، كان حدث صدام ما بين طه حسين تقريبا يمكن في الأربعينات وما بين مصطفى لطفي المنفلوطي، وكان طه حسين يعيب على مصطفى لطفي المنفلوطي أسلوبه. اللي ذكرني الكلام الأستاذ صبري دلوقتي بالمنفلوط وحكايته مع طه حسين، فأنت تقرأ قصة للمنفلوط ويأخذك بقى بجمال الأسلوب وفصيح العبارة والسجع والجناس وتنوع الأساليب فيسحرك وتنسى عناصر القصة، تنسى أنت تقرأ له قصة، وفي النهاية أنت كقارئ لا يهمك أهي قصة أم لا. المهم ان انت قرات واستمتعت وسعدت بهذه القراءه، مع ان المنفلوط كانوا يسمونه في عصره امام النثر، وبعد ان اخذ عليه طه حسين انه يغير في القصص، خاصه في القصص المترجمه او المعربه، يعني بيقولوا فرجيني لما كتبها عربها اسمها الفضيله، فكان اعتراض طه حسين ايامها كان اعتراض على الاسلوب واعتراض على المضمون، لان طه حسين قرأ القصه او قرأت له القصه باللغه الفرنسيه، فوجد فرقا كبيرا ما بين القصه في لغتها الاصليه وما بين وما كتبه مصطفى لطفي المنفلوطي. ولكن كان مصطفى لطفي المنفلوطي عندما تقرأ له تستمتع بالقراءه، كانك مثلا تقرأ لابي حيان التوحيدي، تقرأ للجاحظ، اللي كأنك بتقرأ له كتاب البيان والتبيين أو كتاب الحيوان، ففي النهاية لا يهمك هي قصة أم لا، أنت تستمتع بأسلوبه، تستمتع بما كتب. ولكن عندما نضع هذا الكتاب تحت ميزان أو تحت مسطرة النقد الأدبي فلا، الأمر يختلف، وطبعا يفيدنا في ذلك الدكتور سعد التميمي. من الأشياء العجيبة أن طه حسين بعد ذلك اقترب أسلوبه من أسلوب مصطفى لطفي المنفلوطي، يعني بينهم شبه كبير في الايه في طريقة الأسلوب.
أيضا مما ذكره الأستاذ صبري في المقدمة في صفحة 8 كتب الآتي، يقول إيش: حبذا لو استطاع الإنسان أن يخترع جهازا يلتقط ما يراوده وما يتخيله المرء لكنت أسعد إنسان على وجه الدنيا. والله أعلم كان بيتكلم عن ساعات مرات الأديب أو المفكر أو الفيلسوف مرات تخطر على باله أفكار، ولكن هذه الأفكار فجأة تضيع منه. بتكون في السيارة نائم عندما سبحان الله تعود لنفسك مرة أخرى وتمسك القلم طارت الفكرة. هو بيتمنى أن يكون هناك شيء مثل هذا، يعني عندما تغيب الفكرة أو عندما يغيب الألفاظ، وأحيانا نبحث عن الكلمات وتصعب علينا الإتيان بالكلمات التي تكون مناسبة لهذا المكان. منذ فترة يمكن كان في مناقشة لكتاب التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي، وكان ابن شهيد في رحلة له للجان والتوابع والزوابع يقصد بهم الجن، وأيضا ذكر نفس ما ذكره الأستاذ صبري أنه أحيانا يكتب فيتوقف الملكة ولا تعينه الصليقة وعن الكتابة. فسأل أحد الجن، فأحد الجن قال له: اسكت أو اصمت أو توقف لمدة 3 أيام ثم عد فاكتب فسوف يأتيك الوحي. فيبدو أن الأستاذ صبري يحتاج إلى جن أو يحتاج إلى تابع أو يحتاج إلى زابع من الزوابع حتى لا ينسى. شكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ العزيز، ونعود الآن أستاذنا العزيز الدكتور سعد التميمي للتعقيب في الجولة الثانية، تفضل أستاذنا. شكرا جزيلا لك أستاذ حميد. يعني أعرف أرجو أن لا يعني ما أعرف يؤخذ رأينا في ما قرأناه بسوء الفهم. أنا قلت أول ما قدمت أنا معجب بهذه اللغة وهذا الأسلوب، فما أعرف يعني سمعت من الأستاذة هدى. لا، أبدا، كلامك واضح أستاذ العزيز، لا وأنا لا قلت أيضا لا لا للأستاذ لا صبري أحيانا إحنا كمبدعين عندما نكون نستمع يعني يكون في شك، وهذا أيضا يعني من مهمة الناقد أنه عذرا في بعض. عذرا يا أستاذ حميد، دكتور سعد، أنا ما سمح حضرتك والله، أنا النت كان عندي فاصل، ولو تابعت لا لا بس التسجيل أنا بس هتلاقي. أوضح، ما بعد أنا ما حكيت حتى، بس أوضح لكم. ما انا سمعتك يا استاذه هدى، اطمني اللي احنا يعني ما عنده شيء حتى يطمن، انه ما عليك خليك في هذه اللغه، احنا نكتب بمنطقه غير. طبعا السرد فيه مناطق متعدده، ما ممكن يعني عالميا لم يكتب كل الروايين العالميين بمنطقه واحده، يعني لا جون شترايبك ولا فوكنر ولا كل واحد إلى أسلوبه ولغته بالتأكيد، لكن إحنا نوصف تجربة وهذه قراءتنا. يعني بالمناسبة أنا دائما أقول الناقد هو يقدم قراءة، ما يقدم قانون يفرض على يعني على الكاتب. يعني أنا وإلا حتى لا تكون تذهب، شلون نقول، هي مع الأسف هو الآن النقد الحاصل، لا نصيغ فد أيضا كليشة ثابتة لكل ما نقرأ جميل وجيد وكذا وغيرها وشي، ما هذه القضية. لابد عندما نقرأ نعطي حق هذه القراءة وصفها، هذا الوصف ما يقلل من هذا الإبداع، لكن يصف قراءتنا احنا كيف قرأنا، منظورنا لهذا النص. سقد تختلف وجهات النظر، يعني أنا يعني قلت في بداية كلامي معجب جدا بقراءة دكتور حاتم، وجهة نظري أنه أحيانا النقد قلت تحملها أكثر من ما هي، إلا اللهم الاشتغالات على اللاوعي، وهذه تبقى قضية تأويلات. أنا تكلمت يعني صحيح في سرد ذاتي، أنا قلت هذه يعني ممكن هذه التجربة تكون سيرة. لماذا تكون سيرة؟ لأنه في كل القصص البطل واحد، هذه واحد عندي يعني مثل معادلة رياضية، والبطل
هو نفسه الكاتب، يعني الراوي هو نفسه. يعني هنا لم بيصنع لنا الأستاذ صبري راوي آخر غيره ولا بطل آخر غيره، يعني الكاتب والراوي والبطل هو واحد. هنا الكاتب صبري، الراوي أستاذ صبري، البطل أيضا أستاذ صبري. القصص معظمها مثل ما الآن نتكلم بتعقيب الثاني، معظمها هذه الشخصيات اللي موجودة، فهي صح بسرد بقصة، لكن القاعدة التي تتحرك فيها هي أشبه ما تكون أقرب إلى أقرب ما تكون إلى السيرة، السيرة الذاتية. صحيح هسه مثل ما تكلم أنه هذه القصة الشروال هي ليست واقعية، قد تكون هذه القصة، لكن الوداع واقعي. القصة الثانية اللي يمكن كانت وفاة الوالدة واستذكارها، الإحساس بأنه قد توفت في نفس اليوم، يعني هذه أيضا واقعية، يعني الحاد نقلنا مشاعره. هسه حتى لم تكن كل مجموع هذه القصص، قد تكون فد 7 أو 8 قصص هي مرتبطة بالواقع. أردت فقط أؤكد أنه ما زلت أقول ما مختلفين من نتكلم اللغة والأسلوب والشاعرية وكل هذه القضية، تبقى أنا قلت التجنيس قد نختلف، بس حكمها هو من قال القصة انتهت. هسه الآن بالنقد اللي جنس الكاتب هسه نعطي رأينا، لكن ما طول يجنس نقرأ على أنه قصة. هسه الآن إحنا نقرأ على أنه قصة، ونحاكم الأستاذ صبري مثلا إذا أكو خلل في عنصر من عناصر القصة، لأن هو قدم لنا إياه قصة، ما نحاكمه على أنه شعر ولغة شعرية. هسه هاي قضية اللغة الشعرية، أنا وجهة نظري أقول صحيح نقول الآن ما بعد الحداثة تداخل الأجناس والميل إلى القصة، نقول أحيانا جنس أصبحت القصة الشعرية، لكن مو بالمعنى القصة الشعرية يعني قصيدة ونسميها قصة، لا، يعني الوصف، هذه الاستراحات اللي يتكلم عليها جنيت، وين الشعرية عادة وين تكون؟ هي بالوصف، الطاقة الشعرية تكون بالوصف، وصف المكان، وصف الحدث، وصف الشخصية. أما ماشي السرد عادي. يحتاج للغة علمية، السرد يحتاج للغة مباشرة ولغة علمية، يعني تحولات الحدث يحتاج للغة واضحة. فلذلك أنا هاي وجهة نظري، لا تقلل، أنا فقط أقول لا تقلل من، فقط أريد تعقيب على تعقيبك أستاذ صبري. أنت قلت أنه مثلا أنا من تحدثت بالمقدمة، هذه المقدمة لكل المجموعة، ما دامت لكل مجموعة إذن يحتاج تعدلها بهذه المجموعة، لأن هذا الآن القارئ، إحنا لا نحتكم، القارئ من يقرأ هذه المقدمة يقرأها على أن هذه مقدمة لهذه المجموعة. ما قلت يعني لو تفرز هذه المجموعة مطبوعة لوحدها يحتاج لها مقدمة خاصة لوحدها، ليس المقدمة الخاصة، هاي فقط. وشكرا جزيلا وعذرا للإطالة مرة ثانية. شكرا ومحبة دكتور سعد التميمي. شكرا شكرا وإحنا قاعدين يا دكتور سعد، أنت تقول لنا لا تكتبوا، إحنا نكتب على الضمير والبطل والهذا. يعني ربما هذه أيضا دكتور سعد تحتاج إلى نقاش كبير جدا، لأنه هو أيضا يعني أنا شاهدت في كثير من الأفلام وندرس كثير من الأفلام السينمائيين الأوروبيين، حتى يعني في مخرج يعني يوناني أخرج يمكن 6 أفلام في حياته وكلها تدخل ويأخذ من السيرة الذاتية من حياته، بازوليني، أنجمير برجمان، في بعضهم يعود في الربع الأخير من إبداعه ويكرسها فقط، يعني سيره ذاتي، سيره واقع، يمزج ما بينها أو يعيد رؤية تركيب الواقع أو كذا. فهذه أيضا ربما نحتاج لها أيضا ما إلى حوار. مختلفين، ما مختلفين، انا ما قلت، يعني انا قلت انه يعني الان استاذ صبري نفس الحاله، الاخذ نعم من نعم السيره وتوظيفها في القصه، هذه اللي نعم قلت انا. إيه نعم، بس قصدي أقول يعني ربما هي يعني في هذه أو ما أدري متطلبات العصر أو كذا اي هذه، فقالت. هذا استاذ حميد فقط، اسف يعني نعم قاطعك دقيقه واحده فقط، هذه القضيه راح هو يخلي نفسه تحت هذه بهذا الجانب، أبطاله كلها راح يكرس نفسه بهذه القضية.
اللي ممكن الكاتب أن يتحرر، لا ضير أن يكتب في هذه القضية، لكن في يجرب نفسه في إطار آخر، شخصيات بعيدة. وهذه الأنا، هذه الأنا هي دائما تميل يعني تقرب للخطابية، تقرب للشعر. القصة والمسرحية والرواية هو عمل موضوعي، أما الشعر بحد ذاته نقطة الانطلاق هو عمل ذاتي. يعني حتى القصيدة من خلينا نقول في مسار تحولاتها، الطفرة اللي حققتها هي عندما تحولت إلى القصيدة الدرامية، اقتربت من الموضوعية، يعني بدأت تعددت الأصوات. وهذا الكلام في مع جماعة قصيدة التفعيلة وما بعد ذلك. فلذلك الأنا دائما تتركز بالخطاب الشعري. لماذا نقول أن أمة العرب أمة شعر أمة شاعرة؟ لأن الأنا عندهم متضخمة. إذا شكرا سمحت جزيلا، أستاذ حميد، بس في جزئية تفضل مهمة تفضل جدا أستاذ أود صادق، تفضل. أعقب أو رد مكثف جدا. أولا دكتور، أنا أحترم جدا رأيك وتقبلته برحاب الصدر، وبالعكس أفرحني جدا. أريد أن أشير إلى لغة الخطاب أو لغة المتكلم. عندما أتكلم بصيغة الأنا لا يعني أنني أنا أكتب بضمير المتكلم قصة ما، على هذه القصة أي شخصية، ولا يعني أنه أنا الشخص وأنا السارد وأنا البطل وأنا وأنا. نعم نعم في هناك في جزء من القصة، اللص والقطة مثلا، جزء فيها الشخصية ممكن تشبهني، ممكن جزء آخر يشبه محمد ياسين، يشبه عقبي، يشبه أي آخر، يشبه أخي، يشبه جاري. فاللغة التي أكتب معظم قصصي بلغة المتكلم لا يعني أنني أنا السارد كشخص كمؤلف، بل أنا أرى هناك تفاعل في الحدث بالنسبة لي على صعيد، لأنه أنا أنقد نصي بنفسي عندما أكتبها بلغة المتكلم وأقرأها وأشعر بتفاعل مع النص. عندما أكتبها بصيغة الغاب أشعر أن القصة ابتعدت عن نفسيتي وعن مزاجي وعن روحانيتي، فلذلك أنا أتفاعل مع القصة. وبين قوسين أنا قلت لا أهتم بالنقاد، وأنا أكبر ناقد لنفسي، أنتقد نفسي بشراسة، يعني أنا كثير قاسي على نفسي. وحول موضوع الخدج هالمفردة، لماذا قاسي على نفسي؟ أنا لا أنشر قصصي عندما أكتبها مباشرة، أكتب القصة وأترك فاصل زمني لإعادة صياغتها مرة ومرتين. قصة الشروال كتبتها في بداية عام 2000 ولم أنتهي منها إلا بعد 10 سنوات. لماذا؟ لأنني كنت محتارا في الإيقاع، لأن ذات إيقاع مسرحي سينمائي وذات فضاءات ممكن تتحول إلى عمل مسرحي حقيقي. يعني 2، الأدب يتطور، وعناصر القصة ليست قرآن أو إنجيل منزل من السماء، ولا يمسك الكاتب القلم أو الكمبيوتر ويضع العناصر قصة أمامه ويصوغ نصه، يكتب نصه كما يحدث له، ثم يأتي الناقد وتأتي الناقدة ويأتي الآخرون. نحن نركز على بعض العناصر في النقد الأدبي وننسى المبدع أنه حالة إبداعية. أنا قرأت مجموعة قصصية للأستاذ سمير أيام زمان، عنوانه ما ادري كيس، ايش كانت عنوانه استاذ سمير؟ كيس الأحلام. كيس الاحلام، اعجبتني عوالمه، ولكن حقيقه لمست ان الخيط القصصي فيه او الحدث التسلسلي خفيف في بعض القصص، وقلت انا ذاك في رايي، ولكن لغه سرديه قصصيه، هو هكذا يرى قصته. ما الضير، ما العيب. 2، لو نأتي إلى القصة من القصص، وغدا بالذات أريد أن أبشركم، لدي لقاء مع مخرج مشرقي يعيش في السويد عمره 9 سنوات، لتحويل قصة إلى ماريا، هي قصة العمياء، عرفت، عناق روحي جامح، إلى فيلم سينمائي قصير، وكتبت السيناريو باللغة السويدية، حولته
وسيناريو بالقسم العربي، ثم ترجمته، ثم عدل السيناريو بلغة سويدية تناسب السينما. وغدا بالذات سنناقش مع هذا الموضوع مع الممثلات والممثلين الموجودين. السؤال المطروح، هذه القصة بالذات فيها لغة شعرية، حتى هذه القصة، كيف عندما قرأت القصة لهذا المخرج كان يكاد أن يعانقني من فرحي، وعندما قرأت الممثلة النص بالسويدية اندهشت لهذا الخيال، لأن القصة ترتكز على حالة حصلت معي فعلا، أنني كنت في بار معين وجلست بجانبي أنثى وكانت على يساري، وأنا يعني مقابلي البارمان الصبية اللي تقدم المشروب وهي وكرسي عالي. بعد ربع ساعة نص ساعة كتبت مقاطع شعرية، ثم سألتني هل تكتب شعرا؟ التفت إليها، كيف عرفت أنني أكتب شعرا؟ أنني أكتب العربي، وأصبح حوار عميق بيني وبينها. وبالأخير قالت أنا لا أستطيع العربية ولم أقرأ. قلت كيف أحسست؟ قالت وهزت كتفها وخجلت، بالأخير أكتشف أنها عمياء. فعندما أعلنت أنها عمياء، وهنا لب وبؤرة القصة، كيف كانت عمياء وشعرت وحست وعرفت أنني أكتب شعرا؟ الجواب أنا أعتبره كان هناك تواصل روحي عميق بين ذهنيتي وفكري وروحانيتي وبينها، وطلبت مني أن أعانقها، وطبعا عانقتها عناقا عميقا وبكيت وأنا أعانقها، وهذا حصل على أرض الواقع وحصل في ثنايا القصة. هذه القصة أخذتها من الواقع كحدث، ثم بنيت فضاءة القصة من الخيال بقية التفاصيل. بقية التفاصيل ليست من الواقع، وإنما أنا نفسي لا أحس أين هو الواقع وأين هو الخيال عندما أقرأ القصة. وهنا يكمن جمال القصص التي تنبع من السير ذاتية. شكرا من جديد. شكرا جزيلا أستاذ صبري، وأعود مرة أخرى إلى الأستاذ سمير، وبعد ذلك إذا كان لدى الأستاذة هدى أنفوغ أو شيء ما، وبعد ذلك إذا كان الأصدقاء نعطي نظام الـ40 ثانية. تفضل أستاذ سمير. نعم أخي حميد، شكرا لكم جميعا. يعني في ختام هذا اللقاء، يعني تقريبا كل ما أشار إليه الأصدقاء يثري اللقاء طبعا، وتجربة الأخ صبري هي تجربة كما قلت هي على مستوى من نضجي، يعني لكن هذا النقاش وهذا الجدل حول يعني مسألة التجنيس، يعني هي مسألة دائما يعني من الناحية الأكاديمية هي مسألة ضرورية يعني طبعا، ولكن المبدع حسب رأيي يعني له هذه الحرية، له هذا كما قال أنا أكتب النص الأخ صبري ثم يعني أستعيد يعني من جديد هذه الكتابة التي كتبتها، وممكن يعني بمزيد من الاشتغال و يعني، لكن هو في لحظته لحظة ولادة النص ممكن هو يرى نفسه حرا، وأنا كما قلت يعني وحتى نتفق حتى مع الدكتور سعد تميم يعني، لكن اللغة الشعرية هنا اللغة الشعرية هي هل تضر، يعني في سؤال هل تضر بال يعني بسردية النص، يعني إذا كنا نمشي مع سردية النص يعني طبعا، لكن لما لا، يعني الكاتب يريد إثراء هذه الأجواء السردية ب أو هذه الفضاءات السردية بلغة شعرية، طبعا يبقى للسرد سرد ويبقى له قوانينه الخاصة ويبقى له يعني عناصره التي تكون السرد، ويبقى كذلك للغة الشعرية في مسألة الضمير لعبة الضمائر هنا، ويعني ما أشار إليه الدكتور سعد التميمي طبعا دائما الأناة هنا هي طاغية أكثر في خطاب الشعر، يعني هي طبعا في اختياراته له ذلك، يعني ويقول أنه عندما تلقى من التجربة الشعرية الذاتية قد لا تكون هي الذات المقصودة، لكن ضمير المتكلم هنا يشير إليه حببنا مكانه، هو يشير إلى الذات، يعني هو ممكن أن يكون يعني البطل هنا يشير يتكلم بلغة أو بضمير المتكلم، لكن لا بأس من استعمال ضمائر أخرى حتى نثري التجربة، يعني لا أنا لا أفرض رأيي يعني وأقول له أكتب هكذا، لا يعني والكاتب أو المبدع في أي مجال سواء كان شعريا أو نثريا لا نفرض عليه رأيا، طبعا هو يكتب نصه بكل حرية، ولا نحاول كذلك إسقاط مناهج يعني معينة على النص أو تحميله ما لا يحتمل، وهذا يثري التجربة كما قلنا من خلال يعني طبعا هو صدي صبري قرأ النقد وقرأ العديد من الكتاب،
له هذه التجربة يعني، وخضم التجربة يستفيد من ذاك ومن ذاك، من كل شارد ووارد، وهو يوظف ذلك في نصه طبعا لخلقه. كما قلت هو يبدع داخل النمط، هو يبدع داخل هذا الجنس يعني، إن كان خارجا عنه وإن كان لم يستجب بكل الشروط، لكن هو في الأخير هو يبدع نصا أدبيا. وهذا ملخص القول، شكرا لكم جميعا. شكرا لك. أستاذة هدى، إذا كان لديك قبل أن ننهي الحلقة تعليق بكل محبة. يعني أنا ما قصدتش الدكتور سعد التميمي طبعا في حواري، لأني فعلا ما سمعتش مداخلتك، بس دي قناعاتي. وحضرتك لو رجعت للحوار اللي أجريته امبارح صبري هتلاقي إني ضرب. ثانيا أنا عايزة أقول في حياتنا الواقعية عموما من قصص وحوارات، يعني دكتور سعد أنت كل يوم في حياتك من يوم ليومية لغيرها قصص كتير. هل في خلال مثلا كم شهر بتجد المفارقة العجيبة، ان انت لو سردتها حدث هتلاقي المفارقة المدهشة؟ اكيد لا، ولكن بتظل القصة اللي انت حصر يعني عشتها تظل ليها مفارقة نفسية جواك. تمام، فمن هنا اما اكتب انا قصه مش لازم ابحث على المفارقه، الدلاله او انا اوظف الدلاله النفسيه والاثر النفسي على القارئ اكتر من المفارقه والدهشه واثاره الدهشه، ده امر مش سهل. انما انا الاقي مفارقه مدهشه ده امر سهل جدا. وعلى فكره ده موجود حضرتك كمان في الشعر، حضرتك قلت ان الشعر او النص بيجي من الأنا، النص في الحداثة الشعري مش بيجي من الأنا فقط، ممكن يجي من قصة الغير، ممكن يكون من قصة الوطن. ثانيا لو ذكرنا أديب من الأدباء الكبار، لو خدنا مثلا نجيب محفوظ، نجيب محفوظ طبعا كان بيقعد على القهوة وبياخد القصص من خلالها، بس كان بيسردها بيروح نجيب محفوظ. إذا الأنا ليها جزء فعال في السرد، ليها جزء فعال في الرواية. أوظف بقى الشخوص بتوعي وأغديهم بصمتهم والنسق، النسق الاجتماعي الديني السياسي أثر فيهم إزاي، دي هنا الحرفية. لكن إن أنا حاصر في قالب ما للقصة دي انا اللي مستعجبه، ومستنيه من حضرتك يا دكتور سعد والنقاد اللي سامعيني جميعا يجيبوا القصه من الحداثه، فاهمين ثوابت القصه من الحداثه، ثوابت النص النثري الشعري من الحداثه. لان النص النثري دلوقتي او القصيده النثريه مظلومه كل الظلم من عدم الفهم ليها، وطبعا النقاد قاعدين في قالب واحد ان هم يقولوا اقوال قديمه، البعض منهم يعني او الاغلبيه، ما بقصدش دكتور سعد خالص عشان ما نتخانقوش بعد كده، لكن القالب اللي احنا بقينا فيه متجمد. لا رفقا بينا ككتاب شويه، رفقا يعني، حرام عليكم. بس بشكرك يا استاذ حميد و شكرا لك ولحضورك الرائع جدا، ميرسي أحييك من الأعماق. ميرسي لكم جميعا، شكرا شكرا جزيلا أستاذة. أستاذ حميد، تذكرت حق نقطة. حق الرد، لأنه أستاذة نعم هدى نعم أستاذي، الكلام نعم. كله موجه لي. لا نعم لا والله، أنت شمعة النتو يا لا أستاذ. لا تسلم. لا نعم لا لا دكتور سعد، لا، نعم احنا بالمناسبة ها حوار، بالعكس بالعكس يعني نحن نستفيد من ومنكم الحوار نستفيد، أحيانا تفضل. نكتشف كثير من الأمور. نعم أستاذ سعد، أبدأ تفضل. من الأخير، يعني النقاد جالسين رفقا بالشعراء وبالكتاب. يعني أنا يمكن بجلسة يعني حضورية قبل أيام كنت أتكلم فيها في بغداد، كنت أقول محتاجين أن نرجع للنقد شيء من المعيارية والحكم حلو، بعد المجانية الكبيرة.
فقط أنا أفرز الأسماء، يعني الآن نتكلم نقول النقاد جالسين لمن يكتب القصيدة ومن يكتب القصة، يعني يمكن ما أعرف جزء فقط، إحنا في العراق أنا متأكد كثير ممن يكتب باسم قصيدة النثر هو بحد ذاته ما فاهم جوهر الشعر فيها. أنا أوافقك 100%. قصيدة النثر هي كتابتها أصعب من قصيدة تمام الشطرين تمام وأصعب من قصيدة صحيح صحيح بين أخر التفعيلة. صحيح أن تمام يكتب فقط لأنه خالي من الوزن والقافية ويفرض علي أنا أن أقرأ على أنه شعر، لا صح هذه ما ممكن. هسه والدليل على ذلك أنا الآن تكلمت عن نصوص الأستاذ صبري، يعني أنا انتصرت للشعر، هو مقدمها بعنوان قصة وأنا قلت مقاطع معدها تصلح أن تكون قصيدة صحيح نثر. أرجع لقضية ثانية الأستاذ هدى، بالتأكيد أنا مو قصدي هذه الحكاية يقدمه، لذلك بعضها نقولها مباشرة خليه يزعل ما عندي، يقدم لي مجموعة قصصية كلها شنو هذه حكاية، يسرد لي الأحداث كما هي. لا، بالتأكيد اللمسة الأدبية، قضية المفارقة، الجملة الاستعارية محتاجية بالقصة. ليش الآن حتى بالكتابة الواقعية، كتابات الروح حتى نذهب لإحسان عبد القدوس، زين ليش ما عنده الجملة الشعرية، ما عنده الاستعارة، ما عنده المفارقة، ما عنده؟ لا بالتأكيد هذه موجودة، بس احنا نتكلم عن مو انتصار لجنس على جنس، انا اقول هذا الجنس مع تداخل الاجناس بداخل النص. الان الشعر الان فيه من السرد، والسرد فيه من الشعر، وفيها من السيرة، والسيرة فيها من كليهما، لكن من اخلي بعنوان، هاي دائما اقول انا وجهة نظر يعني لا افرضها على الاخرين، اقول من اقدم انا كقاص كون السمات الأقوى الثقل مالتها ما يتعلق بفن القصة، أعززها بالشعر بالسيرة غيرها. لو أنا أقدم قصيدة نثر أو قصيدة شعر المنسوب الأعلى هو الشعر لا صح غير، والدليل على ذلك يعني عندما نتحدث عن السياب في القصائد الطوال الدراميات كلها سرد قصة، الموس صح العمياح، حفار القبور، نعم كلها، وأحمد عبد المعطي حجازي، كل الشعراء يعني هذه الحداثة لم تخلو. أيضا أنا لم أقل أنه بالمطلق، وأنا قلت الشعر بشكل عام هو يميل للأنا، الأنا العليا فيها، لكن صح هذا لا يعني أنه تحول الشعر منذ الأربعينات تحول إلى القصيدة الدرامية، وضربت مثل أنا قبل قليل. بالعكس يا أستاذ هدى، أنا أقول دائما مو فقط بين الأجناس، أنا أقول أحيانا أسمع من قصيدة الشطرين نص يفرض علي أنه هذا نص شعري وبيه تحديث من الداخل، رغم صح القيود، رغم قيود القافية والبحر ومن التفعيلة أحيانا ومن قصيدة نثر. يمكن في العام الماضي كان مسابقة شاعر شباب العرب تنظم في بغداد، واحنا كنا في لجنة التحكيم، اللي فاز قصيدة نثر. يعني على الرغم الطاغي المشاركين الذين وصلوا 90% معدهم قصيدة شطرين وتفعيلة، لكن اللي فازت قصيدة النثر، فرض وجودها لأنه تمثلت فيها الشعرية بأعلى مستوياتها. شكرا جزيلا، آسفين للإطالة مرة ثانية، هذا تعقيب على التعقيب لا تعقيب يجوز. رائع جدا شكرا وأشكرك. اسمح جزيلا. لي أستاذ إذا حميد، الآن اسمح لي كلمة نهائية لك أستاذ صبري، وبعد ذلك ماشي. نختم، ويكون أنت تكون ختام هذه الحلقة. وإذا كان شكرا. أحد الأصدقاء بس أعطينا بس بعض الثواني. أستاذ محمد ياسين، كلمة أخيرة 40 ثانية، حتى بعد ذلك تكون أستاذ صبري النهاية. كلمة أخيرة، بمناسبة ما ذكرته الشاعر الأستاذ هدى عز الدين، في فهم خاطئ للحداثة وما بعد الحداثة، فهم خاطئ لقصيدة النثر في المجال وفي الميدان وفي الساحة الأدبية.
الصمت. في الشعراء وأربع الشعراء، ولا هو شاعر ولا هو عنده لغة تتدلى الزنبقة الحمراء من السماء الرمادية فتستقبلها الأيدي وهم باكون. ففيه فهم خاطئ لقصيدة الناس، وكل من هب ودب يقول أنا شاعر تحت مسمى قصيدة النثر. وهذا الأمر يحتاج إلى ندوة وندوات كثيرة لضبط هذا الأمر على الساحة الأدبية. شكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ سمير، كلمة أخيرة 40 ثانية. نعم، حتى أقل أخي حميد، يعني شكر لكم، شكر لصديقنا صبري على ما أنتجه وما أبدعه، نرجو له مزيدا يعني من التألق، يعني دائما ننتظر منه الجديد، ويعني له أسلوبه طبعا الخاص، نحن منه يعني هذا اللقاء الذي جمعنا طبعا فيه العديد من الأفكار، استفدنا من الدكتور سعد من الأخ كذلك أحمد ياسين، من الأخت هدى، يعني كذلك كل هذه الأفكار طبعا منها نستفيد، ومنها حتى في تجاربنا يعني الأدبية، سواء كانت نثرا أو شعرا، دائما نحن نحاول مواكبة الجديد، دائما طبعا نحن لسنا في معزل عن هذا العالم وما يحدث في العالم وما يحدث من تقدم حتى ما بعد الحداثة، نحن نعيش في حداثة بكل مساوئها وبكل يعني إيجابياتها، طبعا هذا يؤثر على الصوت الأدبي وخاصة هوية النص وما بعد هوية النص. شكرا لكم جميعا، أرجو لك صديقي صبري المزيد من التألق والنجاح. شكرا 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 جزيلا، وكما أشرت أستاذ سمير، كما أشار أيضا الدكتور سعد، يعني النص أحيانا أنت تقول فيه يعني، أو عندما نقول ونعيد دائما أن نقول، علينا إحنا أيضا كمبدعين أن نسمع إلى الناقد ربما بنفس طيبة مثل ما يقولوا، ما يكون واحد مستعجل. يعني أكيد إحنا في بعض الندوات يكون الناقد، طبعا دكتور سعد معنا كان كثيرا، يكون الناقد يعني ما زال لم يكمل الجملة، وتجد المبدع قد يرفع صبعه أو أنه يدخل، لا أنت فاهمني خطأ، لا أنا مع قصدي كذا، لا أنت كذا. صبر فدائما يعني الحسنات في مثل هذه الندوات، وعندما يتعرض حتى في بعض الأصدقاء يرفضون الوقوف معه في جلسات نقدية، يقول لك أنا ما أحب يكون ناقد يأتي ويشرح أو كذا، والبعض يعني عبر هذا المنتدى أيضا عشرات كانوا هنا وبعد ذلك لم يأتوا، عندما يقول لك عدك في المنتدى يختلف الوضع تماما عن في بعض المنتديات، كما أشار الدكتور سعد، والله برافو، والله هايل، والله اخترع الذرة، والله ما بعد الحداثة، والله كذا. يحق لنا أيضا كنقاد أن نقول كلمة جيدة في الإبداع والمبدع ونشجعه، لأنه يعني خاصة إحنا كمبدعين يعني ما نمتلك شيء أو لا نستفيد شيئا من إبداعنا إلا ربما كلمة حلوة، صداقة جميلة، نفس طيبة، روح، يعني النص جعل أحدك أو صديقك يبتسم يفرح عندما يقرأ هذا العمل. إذا أستاذنا العزيز أستاذ صبري، كلمة أخيرة ونختم هذا اللقاء، تحية ومحبة، تفضل. شكرا. أريد أن أشكر الأستاذ محمد ياسين، الدكتور سعد التميمي، والأستاذ سمير، والأستاذ هدى، والأستاذ الذي ودعنا حاتم الشماعة. أوقف عن نقطة أساسية لفت انتباهي، شخصيات روائية عراقية في الآونة الأخيرة، أخصهم بالذكر الروائي علي بدر الذي حقق نجاحا بديعا على الساحة المشرقية والغربية والعالمية في فيما يتعلق بنصه الروائي، والأستاذ سنان أنطون. حضرت أكثر من 30 لقاء مع هذين المبدعين العاليين في القامة، وتحديدا الأستاذ علي وأيضا سنان. ذكر في إحدى إجاباتي علي في إحدى اللقاءات، قال أنا كل رواياتي أنا بطل القصة، حتى إن أكتب بصيغة الهواء أنا البطل. واحد. اثنين، سنان أنطون في إحدى ردودي قال أنا إذا لم أكتب عن تجربتي، عن حياتي، عن معلوماتي، عما تلقيته منذ طفولتي وشبابي ويفعت، عن ماذا سأكتب؟ والسؤال هذا الذي أطرحه على نفسي وعلى الجميع واستفدت من جميع الآراء، دائما المبدع ابن ثقافتي، ابن خبراتي، ابن موسوعيتي الثقافية الفكرية، أحداثي وإلى آخره.
نحن نسقط، أنا شخصيا لا يوجد عندي قصة إلا فيها ترميز وفيها إسقاطات وفيها ما وراء السطور وفيها أفكار متعددة أطرحها في سياق القصة. وكنت عدة مرات أريد أشكرك أستاذ حميد على تحليلك ونقدك ورأيك في القصة القصيرة اللي هي فراخ العصافير. فراخ العصافير فيها رموز وإسقاطات عالية جدا، وأكتب على عوالم الطفولة للكبار أكثر من ما هو للصغار الناس، ولكن الصغير عندما يقرأ القصة يشعر أنني أخاطبه، لأن الكتابة للصغار أو بأسلوب الصغار أو فضاءات صغار كتابة صعبة جدا، تتميز بالرهافة والطفولية والعفوية والبراءة وإلى آخر ما هنالك. بقي أنا أشير إلى نقطة أساسية. صديقي، لا يوجد نص على وجه الدنيا يتفق عليه النقاد، كل النقاد على أنه بهذا اللقاء أو هذا اللقاء أو هذا اللقاء، أشبه ما يكون باللوحة التشكيلية. اللوحة التشكيلية لو جبنا 100 فنان تشكيلي 100 لوحة لهم و100 فنان تشكيلي 100 لوحة، كل ناقد يحلل اللوحات بطريقته الخاصة. وأنا أيضا فنان تشكيلي، دائما أشرح لوحتي بطريقة مختلفة عن الطريقة السابقة، لأنني أنسى ما قلته في المرة الأولى فأقول ما يتراءى لي من الألوان ومن التشكيل ومن الرموز. بقي جوهر السؤال عندي، نحن ككتاب كشعراء كنقاد عندما نكتب، أنا يهمني أن يستفيد القارئ مني ويتمتع بنصي، ما يهمني تفاصيل أخرى. نعم، أهتم بالنقاد والناقدات والشعراء والشاعرات وكل من يقرأني من القراء والقارئات، ولكن بالنتيجة أي روائي، هناك روايات لم يوافقوا على نشرها وأخذت جوائز عالمية وأخذت جائزة نوبل وصنفوا أنه لا تصلح للنشر، فتخيلوا. فإذا نحن نستفيد من بعضنا بعضا، وأشكركم جزيل الشكر، وأشكر هذه المنصة الرائعة، وعدنا إليها هذه المرة بقوة، وآمل أن نستمر وتساعدنا الظروف، ونلتقي في السبت القادم مع مجموعتك القصصية، وتحياتي لكم جميعا. شكرا جزيلا استاذي الاستاذ صبري. وانا عجبني الاستاذ صبري حتى انه ذات مره يقول انا اشكر نفسي، اذا ما شكرني احد انا اشكر نفسي. والله هذه يعني هيك انا اكافئ نفسي واعطي نفسي المكافاه لا التي لا، اسمح لي تستحقها. بقى التعقيب على هذا التعقيب. انا عندما جئت الى السويد في البدايه احضر مثلا عمل مسرحي، اعمل واحد يتغني، واحد يغني، واحد يلقي قصيده، بالاخير يوقف يقول تاك فور مي، يعني شكرا لي. وقفت انا قلت هذا يعني طبيعي، هو المفروض يشكرنا نحن. رحت سالته، يعني انا فضولي جدا، رحت سالته واحده صبيه عم تقرا شعر، قلت له انت بالاخير قلتي شكرا لي. قال طبعا تقول شكرا لي، وتتوقع اقول لك شكرا لك انت شو عملت؟ انا تعبت كتبت القصيده وقرات القصيده وطلعت روحي، ما احلاها ما اقول شكرا لي، فشكرا لي ايضا. شكرا لك ولي. إذن شكرا لك وشكرا للأصدقاء الأحبة الذين أحيوا هذه الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم وفي نفس هذا التوقيت مع ثقوب حميد عقبي، وإن شاء الله نكون معكم أيضا في إبداعات الأعزاء القادمة. تحية محبة حميد عقبي باريس، كل المحبة، ليلتكم محبات، شاو شاو سلام، تصبحون على خير. تصبحون على تحياتي خير، للجميع، تصبحون على فرح. إلى تحياتي اللقاء، للجميع. إلى اللقاء.